مساء الخير. حوار جديد مع الأستاذ هيكل كان من المفترض أن يكون عن سيناء، لكن الخطر الذي استشرفه الأستاذ من تواتر الأحداث الجارية، الموقف بين مرحلتين من الاستفتاء ودلالات نتائج هذا الاستفتاء والضغوط المحيطة به، جعلتنا نغير مجرى الحوار ونتحدث مرة أخرى عن الشأن الجاري وعن الضغوط وعن الحلول الممكنة والمرتقبة كي لا نقع في الخطر. أستاذ هيكل، أهلا بك. صباح الخير. أهلا. صباح النور. أهلا. أي خطر أنت تستشرفه؟ حضرتك كنت بتكلمني قبل ما نبتدي الحلقة. طب زنيني أقول لك، أنا عارف أنك أنت عاوزة تتكلمي مباشرة عن الاستفتاء، لكن أنا عايزة أقول أذكرك دايما طول الأسبوع ده كله في ذهني مشهد أنا بعتقد أنه كان مؤثر جدا بالنسبة لي. آخر مرة شفت فيها دكتور محمود فوزي، جيلكو ما بيفتكروش كويس. دكتور محمود فوزي كان نجم الدبلوماسية المصرية في أزهى عصرها بحقيقي، مش زي اللي بيتقال، وراجل عنده تجربة وعنده وعنده تمرس كتير قوي، اشتغل مناصب كتير قوي، قوات سياسة، بقى رئيس وزارة مصر وبقى نائب رئيس جمهورية ومساعد رئيس جمهورية، كل اللي ممكن صاري. لكن الراجل كان حقيقي مثقف. لكن آخر مرة شفته فيها تقريبا كان مشهد النهاية، كان في مستشفى المواساة، وأنا فاكر إن آخر حاجة قالها لي، وأنا آسف إن أبتدي بمشهد قد كده حزين، لأنه بيقول لي آخر حاجة قالها لي، قال لي محمد أنا خايف جدا، إحنا عايشين في بالونة كبيرة جدا وخايف من شك الدبوس، فإذا أفرغت البالونة ما فيها سوف نجد أنفسنا أمام قطعة من الجلد المهترئ وهتبقى مشكلة كبيرة جدا. خايف انه حين يجيء هذا اليوم، وهذا هو خوفي الثاني، انه شك تيجي في البالونة المنفوخة، خوفي انه هنبقى قد نكون، وبدع ربنا ما يحصلش، انه هنبقى يوم في الحوادث اكبر من الرجال. وانا سمعته وطمنته يعني بقدر ما ممكن، وفاتت سنين طويلة، والنهاردة انا شايف هذا ده بالظبط اللي حصل. اللي حصل ان احنا كنا عايشين في بالونه كبيره جدا من الوهم ولا نزال، وانه جت 25 يناير في جزء منها قد ما هي كانت حاجه حدث عظيم جدا، لكن ايضا شك الدبوس تقريبا زي ما كان بيتوقع هذا الرجل الحكيم العجوز، وفرغت هذه البالونه بما فيها ووجدنا انفسنا قدام بقايا مهترئه كلها. وبعدين لقينا دخلنا في موقف فيه فعلا الحوادث أكبر من الرجال، وهذا هو الموقف اللي احنا فيه. وأنا بعتقد أنه هذا البلد لأول مرة في تاريخه يقف على على شفا خطير جدا، وهو الدولة. لأول مرة أنا أشوف كيان الدولة في خطر. شوف ده، أنت بتقول الاستفتاء، أنا بقول الاستفتاء، أنا يكفيني جدا من استفتاء دلالاته. إذا حد بيتصور أنه في السياسة الأرقام، حسابات الأرقام مهمة، أنا بعتقد أن حسابات الأرقام ليست بهذه الدرجة من أهمية، ومع ذلك حتى بحسابات الأرقام، لكن احنا قدام مش عملية حساب، ولكن قدام عملية كيمياء، وهكذا ينبغي أن ننظر لها. التفاعلات والمخاطر والأجواء والحقائق اللي احنا بنشتغل في ظلها وكلنا عايشين في ظلها، أنا حقيقة بتزعجني. تعالي الاستفتاء أولا. بتقرأ دلالاته إزاي؟ هقول لك أنت أولا الاستفتاء خدي حاجتين. أول حاجة، في شكل أو ظاهر ما جرى في الاستفتاء، قد يكون حد يقول لي أنه بدري قوي أنك تحكم على الاستفتاء ولم تظهر منه إلا المرحلة الأولى. وأنا بعتقد أنه هذا أخذ بالحساب. في هذه الظروف أنا بعتقد أنه ما جرى في المرحلة الأولى من الاستفتاء يكفيني، لأنه المهم هو الدلالات. دلالات ما جرى قدامي واضحة جدا. أولا خدي الأرقام، خدي أولا شكل الأرقام. أنا بعتقد هذه النسبة اللي بتقوليه فيها 43% بيقولوا لا للدستور طبق الأرقام الرسمية، وحوالي 56% وشوية بيقولوا أيوة. أنا بعتقد أنه هذه، حتى لو أخذت بأرقام الحساب وحطيت جنبها ظاهر التجاوزات وكل ما جرى، وأنا بعتقد أن كان في تدخل خطير جدا، أشهد أبسط دليل عليه أنه لا القضاء اللي قبلوا أول مرة يشتركوا في الاستفتاء يشتركوا فيه، ولا رئيس اللجنة المشرفة على الاستفتاء قابل أنه يقوم يواصل مهمته. حدثت خروقات وحدثت تجاوزات
وحصلت اشياء، وانا سمعت من قضاه كتير من اللي كانوا موجودين وتابعت بقدر ما هو ممكن، لكن انا بعتقد انه اذا حطيت التجاوزات جنب ال 46 47% انت الفرق الوحيد هم مش 10% الفرق اللي الفرق بين لا ونعم لا. اذا جيتي عند 50% تقولي انه في حد قصر في 6% وحد زاد 6% او 5% تقريبا، يعني 5% دي هذا الفارق اظنه انه اعادنا بالضبط الى هذا البلد المنقسم كما ظهر لنا في انتخابات الرئاسه. بلد منقسم 50-50 تقريبا، وهذا ده فيما يتعلق بالارقام. بس الرقم ده يا استاذ ممكن يتغير في المرحله الثانيه. الارقام هنا مش تعالي قولي، اقدر اقول لك حاجه ثانيه، انا بيهمني جدا اذا كنت بتكلم بقول ارقام ليست ادي الارقام بتقول كذا. خد الدلالات الموجوده في هذه الارقام. لما انا الاقي القاهره، شوفي انا مش عاوز ان احنا نتصرف باستعلاء ونتصور القاهره لها ميزه على اي قريه ثانيه. عمرك سمعتي عن قريه اسمها الشخلوبه؟ في قريه في مصر اسمها الشخلوبه وهي موجوده في البراري، انا ما شفتهاش لكن قريت تقرير وافي عنها مكتوب عنها وعن احوالها الاجتماعيه. سؤال هنا المهم جدا، لو انه النسب كانت فادحه كنت اقول لك الارقام خلاص ما نفتحش بقنا، لكن اما والارقام بهذا الشكل قريبه، وأما والعاصمة القاهرة فيها بهذا الشكل موجودة، أما وأنا ألاحظ ظاهرة تتكرر في مصر وفي الخارج، وهو أن نسبة الاستفتاء بلا متسقة تماما مع نسبة التعليم تقريبا. يحط الارقام قدامه، وانا عارف ان ده كلام ما فيش فيه حوادث كبيره وما فيش فيه لا بس الارقام مهمه، لكن الارقام مهمه لكن دلالات الارقام اهم. اقصد ان احنا بنتكلم في حاجات قد تبدو ممله، لكن تعالي شوفي وهو باترن متكرر، هذه نمط متكرر، حيث توجد نسبه تعليم اعلى توجد نسبه لا اعلى. الكلام ده كله كنت اقول يعني لابد ان اعيد التفكير فيه من غير ما نبقى إليتست، لكن لما يبقى هذا موجود كله مع هذا التقارب في الارقام، انا عايز اقول لك ان هذا التقارب في الارقام اذهلني بحقيقي جدا. انا في الاول كنت بتصور انه الارقام ارقام الاستفتاء هتطلع 30 الى 70%. وانا اتذكر وفي وسط الكلام ده كله دكتور بلدي ضرب لي تليفون مره، ولجنه الرفض ولا لجنه المقاومه او جبهه الانقاذ بتقول محتاره تعمل ايه في الاستفتاء. وبيقول لي الدكتور بلدي بيقول لي احنا جوه اللجنه في رايين منقسمين، كلنا او جزء منا بيقول نقاطع الاستفتاء خالص، وانا كنت يعني ما عنديش مانع من ده، والجزء الثاني وهو حمدين صباحه بيقول احسن نحتكم للشعب ونجعل الشعب نفسه هو الذي يسقط. وانا كنت خايف من حقيقي، كنت خايف من انه قد يكون حمدين بيبالغ في تصوراته، لكن حقيقي ثبت لي انه راجل موجود في الشارع وانه عارف نبض الشارع اكتر من اي حد. اذا انا تصورت حطيت في ذهني كله ان احنا جميعا لجأنا الى مجهول من الحساب، مش عارفين الناس هتصوت ازاي، واذا خدنا الشواهد لما بتيجي لحشد بيبقوا اخواننا في الاخوان اقدر على الحشد. هما باي معيار في الدنيا ما كانش حد ممكن يتصور هذا الخروج الكاسع للمصريين لقول لا. لما توصل نسبة ب 46% وتضيفي إليها اعتبارات التزوير والتدخل والخروقات التي جرت، ببساطة جدا تقدر ترفع ال 50. فإذا خدت ذكرتي آخر انتخابات للرئاسة، إذا فأنت تقريبا قدام بلد منقسم. الاستفتاء بهذا الشكل أنا بعتقد إذا كان الاستفتاء، تعالي أنا لو إنه النتيجة كانت فرق كبير جدا كنت أقول لك لك حق، الأرقام لها حساب، لكن أنا هنا أما والأرقام قريبة جدا والبلد منقسم بهذا الشكل، أما والدلالات اللي قدامي بتقول لي إنه في ارتباط بين نسبة من قالوا بنعم ونسبة من قالوا لا وعلاقتها بالتعليم، وإنه التعليم كان أكبر قوي في صف لا، وإذا كان الدستور هو فعل مستقبل
إلى أين؟ الشخلوبة، قرية شخلوبة على عيني ورأسي، لكن من يقود؟ من هي القاطرة التي تقود التقدم؟ تقود التقدم العاصمة أو تقود التقدم شخلوبة؟ القاهرة مسؤولة عن شخلوبة ومستقبل شخلوبة في القاهرة، لكن ليس مستقبل القاهرة في الشخلوبة إذا كنا عاوزين نتكلم كلام تاني. بس برضو المرحلة الثانية اللي هي يوم السبت بعد بكرة ممكن تغير في الأرقام يا أستاذ. أنت حتى لو تغير، انا مش شايف تغييرات، مش شايف تغييرات البت 17 محافظه 17 محافظه. انا عارف انه انت هنا، تعالي شوفي كل الاوضاع اللي انت فيها واسالي نفسك، هل هذا وضع يوضع في دستور؟ ما انا بس كنا بنتكلم على انه الارقام، نعم الارقام لها اهميه، لكن الارقام عنصر من عناصر الأرقام، عنصر الديمقراطية. إذا كانت الديمقراطية فعلا مستقبل، إذا كان الدستور فعلا مستقبل، من أسمع من؟ وبعدين مسألة مهمة، لو إنه الفارق كبير قوي كنت أقول لك لا خلاص ما فيش حد بيتكلم، لكن أما والفارق نص بالنص تقريبا، أنت قدام بلد منقسم. وهنا السؤال، ما احنا لو إنا بنتكلم على القانون كنت أقول لك أيوه معقول جدا، لكن نحن نتكلم عن ميثاق عيش مشترك لعشرات السنين الجاية، ومحدش يقول لي في الدساتير انه بعد سنة نقدر نغير بالتوافق ب 25% نقدر نكتب، ومحدش يقول لي ايضا بنعمل احنا غلطة كبيرة جدا، وهي ان احنا بنفصل ما بين القانون وما بين التاريخ. بمعنى يجي ناس يقول لي ده استفتاء فرنسا، كان في استفتاء في فرنسا سنة 46 وده فات من 2.5%، لكن ما حدش بيقول لي ايه الموضوع كان. الموضوع كان ببساطه في ذلك الوقت فرنسا كانت تحت الاحتلال، ديغول ومجموعه الاحزاب اللي كانت بره وهو القائد التاريخي لحركه فرنسا الحره جم ودخلوا بالتحرير، يحرروا بعد تحرير فرنسا وانشاوا حكومه مؤقته، وجابوا الاحزاب الشيوعيه توريز، موريس توريز وقتها، اللي كانوا بيقاوموا في الداخل وعملوا حكومه ائتلافيه. ثم حدث خلاف على تفصيل ريفرندم، ما كانش بلابيسيت، ما كانش استفتاء. الريفرندم جرى في ايه؟ فرنسا جرى في حاجه واحده، ديغول اعد مشروع دستور، الاخرين قالوا والله هذا الدستور بيتكلم على نقطه واحده، يعطي لرئاسه الدوله سلطات بونابارتية، نابليون بونابارت الثاني. وتوريز وغيره عملوا حكايه كبيره قوي، وبعدين جت الجمعيه التاسيسيه، ديغول استقال، جت الجمعيه التاسيسيه وحطت لريفرندم، تكاد ده مش انتخابات، دي مش انتخابات وضع دستور، ده كان بند واحد في الدستور بيتقال عليه هل توافق على سلطة الرئيس بهذا الشكل أو لا في الظروف دي. ديغول بيقول فرنسا خارجة بعد الحرب تحتاج رئاسة قوية، توريز بيقول لا مش عاوزين بونابرت تاني، وهكذا طرح موضوع الاستفتاء وفاز 52%، والغريب أن اللي فاز هو نو، مش اللي فاز هو جبهة لا. هل هنا الناخبين صوتوا للدستور او ضد الدستور ولا للاخوان وضد الاخوان؟ وانا عايز اقول لك انه من الحاجات ودي لازم تحطيها ايضا في حسابك، انا بعتقد الناس والاخوان يمكن يقدروا يفهموا ده، الناس في الفتره اللي فاتت تعذبوا بما فيه الكفايه، والمعذب بيبقى عاوز يخلص من هذا العذاب اللي هو فيه، الناس طالبه استقرار، بس ريحونا وخلصونا، لانه الاعباء زادت جدا بقى لنا سنتين ونص واكتر، بقى ترجع اللي فات كتير قوي، واللي فات كله متعب ومرهق جدا على الناس، واللي جم تصوروا انه في خلاص في 25 يناير، فوجدوا مليونيه بعد مليونيه وبعد مليونيه، ووجدوا مشكله بعد مشكله وانقسام بعد انقسام. فجزء كبير جدا انا بعتقد من الناس اللي راحوا صوتوا للدستور هو نعم، يعني هم بيقولوا نعم مش للاخوان ولا للدستور ولا حد قرا مواد الدستور. مواد الدستور لو حد قراها يا ستي يلاقي فيها عوار شديد للغايه من اول ماده، أو انا قلت لك من اول ماده الهويه، من ماده الهويه، انت خلصت الهويه بين بطاقه هويه امه، بين هويه امه وبين بطاقه تحقيق شخصيه، بطاقه تحقيق شخصيه ما فيهاش كل الكلام، فيها المهنه ولا فيها الهوايه ولا فيها فاشل كله، هويه امه واضح بيحددها جغرافيا وتاريخ فقط ولا حاجه ثانيه، اما تهتم بحاجات ثانيه بالعالم الافريقي، بالعالم الاسيوي، مش عارف بالاسلامي، ده كل هذا كله هذه في اتجاهاتك،
وفي اهتماماتك وانت مسؤولة عنها، لكن ما حدش يقول لي ان احنا رحنا بنقرر مصير في هذه اللحظة اللي مليانة بالمخاطر وبتقولي لي ان هو ده والله هذه إرادة الشعب. تعالي انا بترجى انه قبل ما حد يتكلم على الارقام لازم يحط، لو انه الارقام برضو بكرت، لو انه الارقام كانت فادحة وتقول لا، الأرقام بأي معيار بدلالتها بتبين هذه أمة منقسمة. حتى لو وصلت الأرقام برضو تاني، معلش أرجع في المرحلة الثانية لحاجة و60% 70% مش هكذا تقرر الدساتير. إحنا ده هم الإخوان نفسهم كانوا بيقولوا الدستور يقرر 75%. ما فيش دستور، الدستور ميثاق عايش بالرضا الطوعي، ما فيش فيه إجبار. القوانين حاجة تانية، بالقانون تقدر تعملي أي حاجة وتفرضي على الناس، لكن القانون يتعرض لتفاصيل حياتنا المشتركة ولا يؤسس عقد جواز. الدستور تقريبا عقد زواج. هل ممكن يبقى فيه نصف؟ لازم الرضا يكون واضح جدا. ممكن يبقى اي حد من الطرفين عنده بعض التحفظ على اشياء، بخيل مش عارف اعمل ايه، ممكن. لكن لما تيجي اذا لم يكن عنصر التوافق غالب جدا لا داعي لهذا العقد. لما تيجي يعني عيب الواحد يثير هذا الموضوع، لما يجي بلاش كتلة لجموع الأقباط في هذا البلد وهم قوة مهمة جدا وشركاء في هذا الوطن، ويبقى واضح انهم رأي في الدستور بالطريقة المكتوب فيه. لما تيجي جموع المثقفين في هذا البلد وهم مفروض يبقى لهم رأي في الدستور، لما يجي كل المدن، لما تيجي القاهرة ساعة شوفي ايه القاهرة استفتي عليها وانتهى. وانا بعتقد اذا كنا بقول لك، انا برجع تاني اقول لك، من سوف يقرر مصير هذا البلد في القرن 21 او ما بقي منه؟ الشخلوبة او القاهرة. شخلوبة مهمة جدا جدا. طب تصويت الصعيد ما وقفتش قدامه حضرتك؟ هل هو تصويت طائفي في رأيك؟ انا بعتقد لا، مش معتقد تصويت. شوفي ارجعي تاني لنسب التعليم. نسب التعليم هنا انا بعتقد انها داله وهي مهمه. انا برضو مش عايز حد يتصور ان انا ادي التعليم اكتر مما ينبغي او بغلبه على الاراده العامه، لكن انا لا اغلب شيء على ان تكون امامي اغلبيه واضحه. اذا غابت عندي اغلبيه واضحه قاطعه في شان الدستور، اذا فعلي ان اتلمس الدلالات لحلول. انا حتى لو جت الجولة الثانية، أنا لا أظن الجولة الثانية هتغير حاجة من الدلالات. وأظن تغييرها في الأرقام لن يكون كبيرا، لأنك عندك محافظات، في محافظات في الدلتا وفي في الجيزة وفي جيزة وفي في في حاجات كل خط القناة، يعني بصرف النظر. لكن أنا بعتقد أنه أنت عارفة، ممكن لما أنت مرات بتقولي والله أنت هنت في هذه اللحظة تريدي أن تستطلعي رأي الأمة. الأمة واضحة في اعتقادي، الأمة واضحة، الأمة في حالة حيرة، لأنه الأزمة وراء المعيشة والقلق. الناس لا هي قادرة تعيش ولا قادرة تطمئن. قولي لي كيف يمكن في هذا الوقت أن تأخذي 40% قدام 60% حتى على فرض اللي انت بتقوليه؟ لماذا إذن يظن الإخوان أو يظن النظام أن هذا الدستور سيجلب الاستقرار؟ شوفي انت، ما احنا مش قادرين نتصور إلى أي مدى هذا البلد، وهذا هنا بقى الحقيقة لازم تتسلم أنه هذا ليس ذنب الإخوان. هنا في جزء البلد ثار لأسباب حقيقية كانت موجودة قبل الإخوان. البلد ثار لأسباب حقيقية قبل الإخوان. الثلاثين سنة السابقة ما حدش قادر يتصور إلى أي مدى. يعني إحنا ما نقول إنه هذا البلد جاله حوالي $1 تريليون من المساعدات، إلى جانب والمساعدات والتدفقات إلى آخره، إلى جانب كل ما أنتجه، ونقول إنه هذه الحصيلة في النهاية، هذا الوضع الاقتصادي المتردي اللي خلى محافظ البنك المركزي فاروق العقدة يروح للرئيس الجمعة اللي فاتت ويقول له كل الأنوار الحمراء مولعة في مصر، كل الضوء الأحمر، كل مصابيح الخطر أوقدت في مصر. هذا كلام لابد أن نتقف قدامه. لكن عايز أقول إيه، هذا حدث جزء كبير، الجزء الأكبر منه حدث قبل الإخوان. لما جاء الإخوان وجات الظروف اللي احنا موجودين فيها بتبدل الفراغ السياسي اللي جرى لانه كل القوى استهلكت. انت لما ارجع كلام اللي فوزي، الدكتور محمود فوزي،
جاءت الأزمة والحوادث أكبر من الرجال، لأنه الرجال جرفوا لأسباب كتير قوي، ولأنه واللي أنت عايزة تقوليه، الهجرة والعصر الحديث والنظرة بالتعالي لكل القوة. أنت قولي لي إزاي ممكن بلد تجيب تريليون دولار مساعدات في 30 سنة ثم تذهب وتكون هذه الحصيلة؟ طيب الإخوان أو الثورة جت، وبعدين وجدنا أنفسنا في حالة فوران. جزء من هذا الفوران طبيعي جدا، لكنه أنا بعتقد إن إحنا بسبب حاجتين، بسبب عدم وضوء دايما باستمرار أنت في، يعني عارفة يعني مش عايز أخلي أوديكي بعيد، لكن أنا فاكر إنه في مسألة أساسية جدا إنك تبقي عارفة بالظبط أين موقعك. أنا فاكر في المرة اللي قابلت فيها أينشتاين وأنا جايب معاك، قال حاجة مهمة، قال حاجة أنا وقتها مع الأسف الشديد لم أتنبه، ولقي إنه في واحد زي جيروم خد المقابلة اللي أنا عملتها مع أينشتاين حطها 11 ساعة في كتابه، لكن أنا لم أتنبه لأهمية اللي هو قاله. بقول لك أنا كنت أسأل، أنا نقلتها عنه وكتبتها، لأن ده كان هذا الوقت كان مع الأسف الشديد أينشتاين ده عارفة سنة كام؟ كان في ديسمبر 12 ديسمبر سنة 1952. في مسألة مهمة هو كان بيقولها أينشتاين، بيقول إنه أنا كل يوم أسأل نفسي أين أنا، ما هو what is my object، أنا هدفي إيه وأين أنا من هذا الهدف. لأنه مرات كتير قوي إحنا، وهذا برضو يتصل بسؤالك يا الاستاذ، إحنا هنا كلنا بنجري وكلنا رايحين فين؟ لا أبدا أبدا، محدش بيقول إحنا رايحين على فين. كل الناس بتجري وكل الناس بتتحرك، والمشهد المصري كله عصبي جدا، لكن محدش بيقف. يمكن هنا ده موضوع اللي احنا بنتكلم فيه، محدش بيقف يقول إحنا فين وإزاي، لأنه هذه اللحظة إحنا محتاجين أكتر ما نحتاجه أن نتأمل، لأنه إحنا على وشك أن نخطو إلى حيث لا نستطيع أن نقف. وده اللي أنا مخوفني بيه، لأنه هذا أنت بتتكلمي على كتلة بشر من غير حدود، بتكبر أنت عند 90 مليون وكل وفي الموقع وكل النهار، لكن إذا لم تتوقفي لتتبصري مواقع قدامك فأنا خايف جدا من اللي جاي. لكن ما حدش بيوقف. اما الاخوان جم او الظروف اللي بعد الثوره، ما فيش حد ابدا قعد وطرح حقائق، بما فيهم الدكتور مرسي. ما حد دخل الرئاسه وشدته السلطه عن المسؤوليه ولم يدرس ما هو امامه بالظبط، واحنا اتكلمنا فيها المره اللي فاتت. لكن المشكله مش هو بس، المشكله ان نحن جميعا نتحرك ولا نعرف الى اين، وكلنا ننادي ولا نعرف بالظبط لماذا. ولكن انا بعتقد ان الوقت جه انه هذا البلد يقف لكي يسال نفسه اسئله مصير. الاندفاع بقى الاستفتاء، اما تيجي تقول الاستفتاء انا اخشى انه المضي. دكتور مرسي قدام النهارده طريقين في اعتقادي، جوله اولى وجوله ثانيه واي حاجه اللي انت عايزها، دلالات الجوله الاولى تكفي لكي يتصرف، فقدامه احد طريقين، اما ان يعتمد يجي يوم السبت ويعتمد لي. أنا شايف حاجات أقل من الموقف حقيقة، يعني لما يقولي مثلا لجنة الدستور هتعمل اجتماع غير عادي، لجنة التأسيسية هتعمل اجتماع غير عادي مساء الجمعة، وهتسمع الآخرين وهتفضي الفرصة لإبداء الآراء على الهواء عشان الناس يجوا تحفظاتهم. لكن طيب هيطلع نتيجة استفتاء تاني يوم بالأرقام وليس بالدلالات، وبعدين ناخد بعضنا ونطلع اعتماد للدستور والدستور موافق عليه، وبعدين اليوم التالي يدعى انتخابات مجلس الشعب، ونجد أنفسنا أمام الطريق مسدود فعلا. وهو ده الخطورة، لا تستطيعي أن تقودي بلدا منقسما إلى مستقبل. بس هم يرون أن هذا الطريق غير مسدود، ويرون أن هذا الطريق هو الطريق السالك، يعني بعد الاستفتاء هيبتدوا يشتغلوا على الاقتصاد، نرجع نتكلم صندوق النقد تاني، أنه ركز على الشأن الاقتصادي، ونقول للناس إحنا هنبتدي نشتغل. التركيز على الشأن الاقتصادي في اعتقاد دي ضروري، لكنك لا تستطيعي أن تركزي على الشأن الاقتصادي إذا لم تكوني قادرة. السياسة هي من يقرر، الإرادة العامة المتمثلة في صنع قرار شرعي هي من يقرر. قصاد قرار الشرعي نعم الأرقام في منتهى الأهمية، لكن الدلالات لابد أن تدخل في الحساب.
الشرعية لا تتأتى بمجرد أن تحصلي على أرقام. الرضا الطوعي في الدستور وشرعية الدستور لا يتأتى حتى لو خدتي 65%. لتقرأي الدلالات برضو بقول الأرقام حاسمة إذا كان الفرق واضح بما يعطي دلالة تمكن من مستقبل. هنا الهوية اللي حضرتك تتكلم عليه أو ناقوس الخطر اللي حضرتك تتكلم عليه شكله إيه؟ ناقوس الخطر أقول لك شيء قوي. نحن لا نتصور ما نعيش فيه. أرجوك افتحي خريطة العالم العربي كلها حطها قدامك بقى لسبب واحد، واسألي نفسك ما الذي يجري بالضبط لما تلاقي البلاد المؤسسة للنظام العربي كلها في مصيبة. مصر عندها مشكلة، العراق دمر، سوريا بتجري لها عملية سلخ، ليبيا جنبك شايفة المتاعب اللي فيها، السودان انقسم. لابد أن تدركي أنك أمام مرحلة دولية أولا جديدة، وأنه في ناس قبليك كتير قوي لم يتنبهوا إلى هذه التغييرات اللي حصلت في الحالة الدولية كلها، وبالتالي أوصلوا البلد إلى وضع لا يستطيع فيه لا أن ينفع منطقته، وأسوأ من هذا لا ينفع نفسه. انت قدام اقتصاد ما ينبغي ان تواجهي اقتصاد. تعالي قولي لو ان الدكتور مرسي خد بالنتيجه الظاهره بالاستفتاء ده وقال والله هنجيب برلمان في هذا البلد المقاسم، الى اين تنظينا؟ انا بعتقد انه مع الاسف هنمشي بالضبط الى مصير النازي. الى مصير النازي. انا بقول لك انت لما انا قلت اشرت مره الى ما هو ايه؟ حريق البونز، للحريق الريشستاين، حريق البرلمان الطلياني. والله تكاد الظروف تكون متمثلة. افتكر ان وقتها بالضبط أزمة اقتصادية فظيعة جدا ووضع اجتماعي مهترئ وبطالة ملهاش حدود، ومارك معرض للتضخم بقسوة جدا، وجنرال كان هندنبورغ راجل عجوز وانتخابات وعسكري، وكان في حاجة زي المجلس العسكري كده بالضبط على فكرة، بس كان اسمها هيئة أركان حرب، وجوم عملوا انتخابات وجات احزاب كتير، وجا هتلر ضمن الناس اللي نجحوا. الحزب النازي الحزب الوطني الاشتراكي نجح وكانت له شعبيه كبيره بس طب اقول لك حاجه، علقت الارقام. مجلس الريشستاج عدد الاعضاء في الريشستاج 660 حد واحد، هتلر كان عنده حوالي 290، اقل من الثلث. لكنه كان في مساله مهمه جدا، وهو انه الثلث هو بيعملوا اكبر الاحزاب والباقيين كلهم سبلنترز، واحنا عندنا كلهم شظايا، واحنا عندنا تقريبا نوع مشابه من هذا الشيء. الاخوان اكبر صحيح، الاخوان هم الكرت الاكبر، لكن ما هم ماشي الطائرات الاسلاميه كلها موجوده على بعضها كلها يعني. لكن حتى التيارات ثبت قدامي حتى بالارقام في انتخابات الرئاسه، انتخابات الرئاسه وهذا الاستفتاء، البلد منقسمه نصين كده بالظبط. ولكن ريحان، هتلر حرق البرلمان، وهتلر قال للراجل الصحفي اللي كان معاه سيفتون ديلمر قال له هذا صوت السماء، وانتهى الموضوع، اتقفل ريشتاج وانتهى. اللي قدام وهيبقى قصر وهيبقى ارهاب وهيبقى اكراه، وانا مش عاوز ده. اخوان مسلمين جزء كبير جدا من اللي عندهم هذا التشوق للسلطه. هقول لك حاجه، انا شفت كتير قوي اخوان مسلمين في الزمن اللي فات، ومنهم زعماء من موجودين، من اهم زعماء كان يجوا مكتبي مرات، وعارفه واحنا خارجين مره لغايه باب الاسانسير واحد يسالني فيهم، والله العظيم كل مره سالوني السؤال ده، هل ممكن نقابل عمر سليمان؟ هل تقدر ترد؟ بقول لهم ما اعرفش، ما اقدرش اقابل. لكن هو هذا التشوق للسلطه. هؤلاء الناس عاشوا يتصوروا انهم اغلبيه او عندهم اغلبيه وعندهم جماهير، وان الدعوه اللي بيتكلموا فيها دعوه جاذبه شاملة وجاذبة، وإنه لهم حق في السلطة وقد أقصوا عنها، فأقبلوا عليها لما جاتهم الفرصة بنهم. أنا كنت مستعد أقبله، مستعد أقبله وأقول والله إنساني. أقصد هذا الاندفاع نحو السلطة وهذا التمسك بها إنساني، لكن باستمرار في أي إقدام وفي أي نشوة وفي أي إقبال على شيء وفي أي تشوق إلى شيء، لابد أن ندرك أنه خلاص يعني النشوة الأولى، لكن خصوصا إذا كنت في بلد أن أنا عايز أخرج فاصل هنا. حاضر. وهتلر طبعا احنا عارفين حصل ايه، قاد العالم إلى الحرب. و ما هو مش بس قتل حرب، يا ريت. أنا واحد من الناس يعني عارفة ايه، لو عندك حرب وفيها عدو
انا كنت مستعد افهم، لكن المشكله انه انا حتى فقدت كل شيء حتى العدو. مش مصيبه دي؟ مصيبه. طيب اخرج فاصل قصير وبعد الفاصل نتكلم على الضغوط. لابد ان هناك ضغوط كثيره محيطه بالموقف. استاذ هيكل هيتكلم عن الضغوط الداخليه والخارجيه وهي كثيره بعد الفاصل. اهلا بكم من جديد. يوم الحد ايه الخيارات اللي قدام الدكتور مرسي؟ اما ان يمضي في الطريق الموجود قدامه وياخد الاجراءات اللي كنت بتكلم عليها على طول، مجلس انتخابات اعتماد الدستور، والله يعتبر الدستور معتمد، مجلس الشعب يجي بعد كده ثم يواصل الحكم، وسوف نصل الى وضع. انا حاجه غريبه قوي، تعرفي اول قانون طلعه هتلر في الايام ما كان في امر ريشستار في اخر جلسه كان اسمه ايه؟ دي انيبلمنت، التمكين. بالظبط. انا خايف. طب هو ده الهدف يا استاذ. على عيني وراسي ده هدف مين؟ ما هو هدف الاخوان، مرسي والاخوان. لكن هنا في الاخوان ومرسي وفي بقيه القوى وفي 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 مصر ومستقبل مصر، مستقبل هذا البلد اللي هو ينبغي انه هنا مستقبل هذا البلد موجود لدى تيار الاخوان وتيار الاسلام السياسي ولا التمكين؟ لا لا لا، هو في شوفي الرأي بين من يمسك بمفتاح السلطه هذه اللحظه وما اذا كان المفتاح بيفتح حقيقي يعني. الاخوان بيمسكوا مفتاح السلطه، لكن فهميني معاهم المفتاح، معاهم رئاسه الدوله ومعاهم شكل الحكم، مش كده؟ لكن يبدو انهم واقفين مش قادر يتحركوا. البلد منقسمه قسمين وما فيش بريدج، زي ما فيش كوبري على الجسر زي اللي كان بين الامبراطوريه الرومانيه الشرقيه والرومانيه والامبراطوريه الرومانيه الغربيه. محتاجين جسور على الادرينا. هذا الطريق الى التمكين هيوصلنا احنا كبلد لايه؟ ما هو هو ده اللي خايف منه. انا عارفه ايه مشاكلك اكبر كتير جدا من ان يتمكن تمكني من سلطة، لكن إلى أي مدى تستطيع السلطة أن تسيطر على واقع مليء بالضغوط؟ القضية مش قضية أن تكون لديك السلطة لتفعلي كذا، لكن هل لديك القوة تفعليه ولا ما عندكيش؟ هل لديك شرعية أنك تعمليه ولا ما تعمليش؟ مش وجود السلطة معك لا يكفي. هل ده ممكن يوصلنا لطريق من العنف؟ العنف عاوز أقول لك حاجة إيه؟ أنا عاوز دايماً باستمرار نفرق بين الحركة السياسية في مجملها واتجاه القوى الاجتماعيه الاقتصاديه السياسيه الفكريه ماشيه فين، وبين الاجواء المحيطه بها. انا بعتقد ان العنف ممكن تقولي انه ضمن المؤثرات الصوتيه والضوئيه اللي ممكن تبقى موجوده في ساحه مسرح، وانا شايف العنف، بس العنف محدود وعقيم ولا يؤثر في المستقبل. ممكن يخوف بعض النخب، ممكن يقلق، ممكن يثير، ممكن يعمل مشاكل زي اللي حصل في الـ في الـ في الـ في, الـ في, الـ في القرض. لا في القرض حتى في قرض البنك الدولي، صندوق النقد الدولي، اقول لك والله احنا مش شايفين ايه الموضوع ده، وانتوا القوانين وباستثنائيه والضغط والضرب والى اخره ممكن ياثر، لكن انا بعتقد انه ما هو اهم هنا ان ترصدي حركه القوى وتغضي النظر مهما كان ذلك مؤلما عن بعض الظواهر الصوتيه والضوئيه المصاحبه للمشهد بشكل عام. الظواهر دي بتفزع المجتمع، الظواهر دي بتنبئ ان الدوله بتغض الطرف عنها. قد يعني بس الظواهر دي كلها جزء من مشكله اكبر منها وهي الامن. انت عندك عارفه ايه؟ حيث لا تكون هناك رؤى واضحه، حيث لا يكون هناك تشخيص للمشاكل، حيث الناس دايما كل الناس في العالم كله يقول والله احنا اما نواجه المتوقع نتوجه المحتمل، فانت في الناس كلها باستمرار عندها تصور لشكل ما هو قادم وان لم تكن لديها تفاصيله، لكن عندها شكل. يعني انت بتقولي في الانتخابات الامريكيه اللي جايه مش هتخرج من حد من اثنين، اما مرشح الجمهوريين واما مرشح الديمقراطيين او اللي كانت موجوده يعني. وتقدري كل المشكله اللي في مصر عارفه اكثر ما يخوف ايه؟ هو انني لا استطيع ان انتظر الا المجهول. اذا كنت انتظر المتوقع انا فاهم، كنت انتظر المحتمل انا اللي بانتظره مع الاسف هو المفاجئ وهو المجهول. وهذا ما يقلقني ويقلق الناس، بيسبب مشكله امن، لكن هذه مشكله ايضا ضمن مشكله
قضيه. انا بعتقد انه لو انه الناس كانت شايفه قدامها الطريق واضح، كانت شايفه قدامها ايدي واثقه ممسكه بالزمام، انا بعتقد ان انت كنت واحنا كنا بنتكلم على الارقام، بتقولي الجوله الثانيه مثلا على سبيل بتقولي الجوله الثانيه. الجوله الثانيه عاوز اقول لك حاجه بقى، اذا كانت حجم الضغوط هي ما راينا في الجوله الاولى التي بدت الى حد ما شبه طبيعيه، فكيف بالضغوط والخروقات اللي هتتمدى في الجوله الثانيه؟ الجوله الثانيه الاخرين برضو الاخوان وغيرهم يعرفوا انها حاسمه وسوف او على الاقل مشيره موضحه او على الاقل سانده في الدعاء قدام الاطراف الاخرى، خصوصا قدام الامريكان انتم بتتكلموا مع الاسف الشديد. فانت هيستعمل فيها كمية، طب انا قدامي لا المشرفين على الانتخابات عاوزين يروح ولا القضاء ولا حاجة، طيب هتغطي ازاي؟ هتغطي، هيبقى في تغطية بشكل ما، لكنه مكشوفة جدا هتبقى، والضغوط سوف تمارس بقسوة. ولذلك انا بفضل اذا كنت اتكلم على الدلالات اخذ العينة اللي ظهرت لي من الجولة الاولى وهي النصف، وفيها القاهرة وفيها المتعلمين وفيها رؤى المستقبل وفيها الدستور في المستقبل والهدف اللي انت عاوز تخرجي من كل اللي انت فيه. هذا الجولة الاولى في اعتقادي في دلالتها كانت اكثر صلاحية للقياس على شكل المستقبل من اكتبالها بالجولة التانية. بس هو في النهاية استاذ بصراحة ما بيهموش كل ده هذا النظام، هو في النهاية هيرسخ واقع على الارض، محكمة دستورية بتغير دورها، نظام انتخابي يوافق هواه ويوافق طار الاسلام السياسي، صحافه سيتم قمعها، هو خلاص بيرسخ التمكين. انت انا عارف اقول لك حاجه، انت كل ده سؤال متعسف كلها ابدا، بالعكس هو كله صحيح، لكن مشكله الناس مشكله ان ما فيش ارض. مشكله هو مش واقف على الارض، ما فيش حد واقف على الارض، كلنا معلقين في الهواء. لو انه كان في ارض كنت اوافقك، كنت اقول لك والله بيرسخ. كل هذا الذي تتكلمي فيه انت بتتكلمي، وده هيجرك على الضغوط، انت بتتكلمي على ارض، بتتكلمي اول الضغوط بتتكلمي على الضغوط، انت مش كنا بنتكلم على الضغوط؟ عليه ضغوط من مين؟ عليه ضغوط من مين؟ هقول لك. اول حاجه، اول ضغط عليه، اول ضغط، ضغط من داخله، وهو على حق فيه انه من داخله لا الانساني ولا من داخله الانساني حتى. رجل يريد ان ينجح بصرف، شوفي ايه حافز النجاح عند كل الاطراف؟ طبعا كل حد عاوز ينجح، بصرف النظر عن الجماعه، بصرف النظر عن الهدف العام، لكن هو عاوز ينجح. الرجل جات له فرصه لم تكن بطاقه، عاوز ينجح. مخاوفه اعتقادي انه مش لاقي صيغه النجاح، او يمكن مش قادر، مش عارف ايه الموضوع اللي قدامه بالظبط. يعني انت لم يستطع، لم يعطي نفسه فرصة يدرس الموضوع ده، ثم انه بشهادة الله الموقف كان معقد باكتر من كل التصور. ولما راح يجيب مستشارين يساعدوه، انا اظن انه خد ناس اما من المقطم من اصحابه وحزبه وجماعته، واما اختار بعض الشخصيات فيهم ناس كويسين قوي. لكن انا راعني انه كل المستشارين تقريبا اللي جابهم من بره كلهم لم يقابلهم، واظن انه كل معرفته بيهم تلفزيوني. انت بتكلمي على التلفزيون، يعني اختارهم ازاي يا استاذ؟ بالتلفزيون. طب اقعدي، طب قولي لي كيف يمكن. اخشى انه اخذ في اختيار مستشاري بالانطباع العام في حدود ما يعرفه، فاختار مجموعه من الناس او اهل الثقه وليس اهل الخبره. ولا اهل الثقه او اهل الخبره، اهل لو كنت تعرفيهم، لو كنت بمعنى تعالي شوفي كده، مش عايز اخش في اسماء الناس، لكن لو استعرضت كل اسماء، هذه اسماء انا مستعد اقطع ان الرئيس شافها معظمهم على الشاشه عندك، وانه عجبوا كلام بعضهم وقال كويسين، واحنا عندنا خلط بين النجوميه والقيمه، عندنا مشكله كبيره قوي في هو اللي اختارهم ولا حد تاني اختارهم له؟ انا يعني المقطم ما كانوش يختاروا، في نوعين من المستشارين، مستشارين جايين له جاهزين كده من مقطم وهم موجودين، ودي الدائرة المحيطة القريبة بيه، وفي مجموعة تانية أوسع من كده. لكن ظهر إنه هذا كله ما قدرش يعمل حاجة، اللي جوه الدائرة المحيطة عملت له أكبر ضغط داخلي وقع عليه، وهو إنه الإعلان الدستوري صدر دون تنسيق مع المقطم، بمعنى انه كان معروف، ممكن معروف انه اعلان دستوري، عشان انا اتلخبطت بقى في الاعلانات كلها. اي اعلان دستوري؟ في الاعلان الدستوري بتاعه اللي جاب لنا المشكله ده الاعلان الدستوري اللي عمل فيه، دخلنا في الانتخابات وعمل مش عارف
والمحكمة الدستورية، حاصر بيه المحكمة الدستورية وفصلها، او يعني فصلت حتى في الدستور واعتمدها ان لغاية حد معين تقف والباقي كله بره، مش ممكن. المهم يعني، لكن انت تعالي اتكلمي ونتكلم فيها بوضوح. الضغوط اللي عليه، اول الضغوط انه يواجه ما يأمل فيه وما لا يستطيع تحقيقه، وبالاثنين هو حيران. عنده ضغوط من اهله وعشيرته، عنده ضغوط من اهله. هقول لك حاجه، انا بعتقد انه اخطا. خدي بالك من اللي حصل، وانا ما حدش فينا عنده معلومات داخليه عما يجري في الداخل، لكن بص الشكل اللي حصل. بس الشكل اللي حصل ايه؟ الراجل اول ما جه السلطه كل الاخوان وكل المقطم حاولوا ان يتواروا بعيد ويسيبوه في قنوات جارية، لكن القنوات الجارية دايما التحتية بتبقى دايما متعثرة، وده قاد إلى أنه الإعلان الدستوري صدر دون معلومات أو دون تنسيق فيه الكفاية مع المواطن. حصل ظاهرة غريبة جدا. أنا بعتقد أنه في يوم بعد عندما تبين فشل الإعلان الدستوري وبدأ أن الرئيس مضطرا أن يتراجع من عنه، مهما كان اللي أي حد يقولوا لي، حصل حاجة مهمة قوي، انه التاني يوم المقطم نزل الى الشارع. نعم. فبدأ كل مرة واحدة المرشد بيتكلم، سيد خير استاذ مهندس خير الشاطر بيتكلم، كل الناس بدأ وكأنهم يهرعوا الى عملية انقاذ نتائجها جت مش بس عليه هو، ممكن تيجي عليهم هم كمان. فهنا حصل، انا بعتقد انه هذه موقع او لحظة تستحق التوقف عندها، لأن المقطم نزل لإنقاذ الاتحادية، وعليك أن تدرسي شعور الاتحادية هنا إيه؟ أنا إيه ده؟ وعليك أن تدرسي المقطم تشجع إلى أي مدى فيدي، أدي ضغط، خدي ضغطه على نفسه أو ضغطه الداخلي، رجل يأمل ويتمنى وبحسن عاوز، لكن لا تسعفه، مش قادر يتصرف إزاي؟ الأزمة معقدة جدا عليه، الناس اللي حواليه محدش، بلد كلها لم تقف لمناقشه جاده، مفيش حقائق، محناش عارفين حاجه ابدا، الاقليم اللي حواليك كله هايص، الاعتماد على الامريكان اكتر من لازم، ولا يستعين بمؤسسات الدوله. برضه هقول لكم مفيش دوله، يعني عارفه المصيبه الكبرى، الامن القومي، القوات المسلحه، دي كلها مؤسسات. لا لا، هذه مؤسسات دوله، لكن خلي بالك ما يصنع الدوله ليس مجرد وجود مؤسسات، ما يصنع الدوله هو خطه لفعل هذه المؤسسات، هو قياده لهذه المؤسسات. بمعنى ان كل بلد عنده، ممكن عنده جيش وعندك بوليس وعندك وزاره هنا ووزاره هنا ووزاره هنا، ايه اللي بيعمل ده؟ السياسه في الواقع الامر هي الإدارة العامة للدولة، لمؤسسات الدولة. فإذا فشلت في الإدارة العامة كل المؤسسات دي ممكن تتحرك، لكن تتحرك وهي لا تعرف إلى أين. طب قبل ما انطلق للضغوط الخارجية، وهناك ضغوط خارجية، لا في ضغوط بقى الاقتصاد، الاقتصاد. أنا ما أعرفش طارق العقدة قال له إيه بأمانة يعني، لكن أقدر أتصور أنه اللي قالوا له فاروق العقدة لن يختلف عن اللي أنا عرفته أنا من فاروق العقدة مثلا. لكن لما يجي لي محافظ البنك المركزي، وانا اسف اقول ده، لما يجي محافظ البنك المركزي ويقول لك، وده امتى؟ من سنه. انا بالحقيقه يعني كلمته وتقابلنا في مكتبي وقلت له قول لي، وكان اقول لك كان موجود مين حتى، وهو موجود الراجل حقيقي لا قد لا يكون، كان موجود دكتور احمد زويل وكان موجود استاذ فاروق جويده وكنا موجودين في مكتبي، وانا وكلنا اترجينا. يقول لنا الراجل، قال انا منذ، انا قلت انا هضمن الموقف الاقتصادي بشكل ما بما في سعر الصرف، هو بيهمه طبعا سعر الصرف، اضمن الموقف الاقتصادي لثلاثة شهور لا استطيع ان اتعداها. من سنة؟ ده من سنة. الاجتماع اللي بتكلم عليه ده كان قريب، ما كانش من، لكن ما كانش من سنة يعني. لكن هو قال انا من سنة قلت، انا اكتر من سنة حتى، انا قلت استطيع ان اضمن في موعد اقصى مارس من هذه السنة، من ساعة ما اتكلمنا. وبعدين وانا بعد كده خايف جدا على الموقف، وانا لا اريد ان ابقى بحيث ان ارى انهيارا كاملا في الاقتصاد. فالثلاث اشهر والراجل بدا يئن، او كل البلد، كل اللي بتشوفيهم بيئنوا من اعباء. ببساطه انت يعني لما تيجي تشوفيها، حاله الدوله المصريه وصلت الى ما لا تتصورين. بمعنى كل دولة في الدنيا لابد أن تكون، خلي بالك البداية دولة مشروع في النهاية، كل مشروع لابد أن يكون ناجح. مشروع الدولة في مصر مشروع
مرهق جدا باكتر مما يستطيع ان تتحمل. وهقول لك قبل بعض الارقام. طب. يعني انت لما انت تشوفي هو بيقول ايه فاروق العوده، وهقول لك وقال لي قال لنا الكلام ده كله وفي حضور اللي قلت لك عليهم دول. قال انا بديت 3 اشهر لما الحكومه كانوا بيكلموني، اديت 3 اشهر على عده شروط، انني اريد ان تدور عجله الانتاج لكي تعود الاستثمارات، لكي تعود امكانيه عجله السياح، لكي تدور عمليه التصدير، لكي تعود التدفقات الماليه المصريين الى حالتها، لكي تعود عجله التشغيل العام. في هذا كله لم يتحقق الا انه الحقيقه المصريين في هذه المرحله تحويلاتهم كانت معقوله جدا لان اهلهم في الداخل كانوا محتاجين، اما الباقي كله لم يتحقق منه شيء. تعالي شوفي اوضاع عندك كل يوم، كل يوم عندك عجز بين مصروفات الدوله وايرادها، احنا اتكلمنا عليه ده، عندك حوالي 400 مليون جنيه. طيب الدين اللي كان عند الخارجي الداخلي اللي كان في ايام مبارك اللي هو كان وصل لتريليون جنيه، زاد في السنتين اللي فاتوا دول بمقدار 300 مليار جنيه. انت بقى عندك حجم بطاله زادت من وقتها 12، لان ما حدش بيشتغل بقى لنا سنتين، من 12 ل 15% النهارده بقت 20 25%. التضخم، تعالي اتفضلي قولي التضخم هتعملي فيه ايه؟ ال 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 لما يبقى احنا واصلين الى حاله في الاداره تبان لي من مزلقانات للمصايب اللي بتحصل عند مزلقانات سك الحديد لسرقه كابلات السد العالي، انت قدام مشكله خطيره جدا. طيب اما تاخدي اوضاع المؤسسات الكبرى، خدي اوضاع المؤسسات، عندك عماله اكتر كتير جدا من اللازم. يعني انت لو خدتي مرفق، اي مرفق مثلا، خدتي مرفق سك الحديد وتبص تلاقي ان سك الحديد بتجيب لك كل سنه ايرادها كذا مثلا حوالي 150 مليار جنيه، وتلاقي ان مصاريفها بتزيد كل اكتر من هذه الايرادات. حتى سك الحديد، هيئه البترول اللي كان مفروض هيئه ناجحه عليها ديون، انت بتتكلمي اوضاعك الاقتصاديه. انا فاكر اخر حاجه سمعتها اخر مره كنت في لندن، لورد اون بيقول لي، كان وزير خارجيه انجلترا، بيقول لي اخر حاجه بيقولها، بيقول لي ايجيبت از تو بيج تو فيل، مصر اكبر جدا من ان تفشل. لكن احنا طيب تعالي، ادي الراجل عنده واحد ضغوطه مع نفسه، ضغوط اللي عليه من جماعته اللي جت لانقاذه وما حدش يعرف هيعملوا ايه بعد كده. نمره 3 عندك ضغوط الوضع الاقتصادي اللي هو لا يستطيع ان يفعل فيه شيء. عندك ضغوط الخارجيه، افتكري انه الامريكان بيعملوا في هذا البلد دور اكتر مما انت اي حد متصور مع الاسف الشديد. يكفي انك تبصي لارقام الموظفين، حتى الموظفين سفارتنا احنا في موسكو في واشنطن كل السفراء كل 100 وحاجة ابدا، الدبلوماسيين فيها فرق بين الدبلوماسيين والاداريين، الدبلوماسيين فيها 12 ل 15 واحد والباقي شويه اداريين. انا عندي هنا السفاره الامريكيه فيها 1100 دبلوماسي والاف ما اعرفهمش، في عسكريين كمان، في عسكريين. انا شوفي ايه بيقولوا دول مارينز لحمايه السفاره، مش متاكد ان ده كله لحمايه السفاره. يعني انا مش عاوز اتكلم على الناس بتوع السي اي اي والاف بي اي اللي هنا، في اختراقات مروعه سي اي اي واف بي اي ومكافحه التهريب وغسيل الاموال والارهاب، مش ممكن الكلام اللي حصل. وعاوز ده برضه عشان ما منصف، ده ما كانش بس الاخوان، ده مش ذنب مرسي، ده من زمان، من زمان، لانه الرئيس مبارك 30 سنه اول 10 سنين منهم كان قال لنا ما حدش يتكلم في حاجه، عاوزين الاستقرار والهدوء، والناس سابوه للهدوء والاستقرار 10 سنين، فطسنا استقرار. طب كويس، وبعد 10 سنين تانيين كلهم في الاقليم هو بيمكن لسلطته في واقع في 10 سنين الاولى، قال لنا استقرار وهدوء وهو بيمسك بالمفاصل. طيب 10 سنين الثانيه قال لنا بيعمل حاجات في الخارج، والعراق ومش عارف واللي في ليبيا واللي في السودان واللي في اثيوبيا، وعملنا اللي ما حدش تصوره، لكن وظفنا امكانيه مصر
كده ببساطه هذا البلد وظفت في خدمه مصالح اخرى، لكن كان ايضا بقصد التمكين الاخر. يعني ما هو ده نفس الوضع اللي احنا فيه في التمكين والاستقرار، وبرضه نفس الشيء. لا وانت في استقرار، على الاقل مبارك في اول سنوات الاولى كنا بنقول استقرار، كنا عاوزين نساعده كلنا بالاستقرار، لانه كان في ما يدعو. احنا خلطنا ما بين الركود والاستقرار، مش محدش يتكلم. ما احنا عندنا برضو هم بيبيعوا الدستور بالاستقرار. لا بيبيعوا الدستور بالاستقرار لكن في وسط جو من الفوضى، لكن مع مبارك نحن جميعا قبلنا، وكنا كلنا بعد حكاية المنصة كل البلد كلها كانت مرعوبة من شكل ما يمكن أن يجيء في ذلك الوقت، فكلنا قبلنا الاستقرار. طيب حضرتك بتقول الضغوط الأمريكية، لكن هناك شعور ما كملناش، بس لا ما كملناش تاني. طيب في 10 سنين التانية كانت بتخدمي مصالح أمريكية، بتقدمي نفسك برضو المصالح الأمريكية وبتخدمي فيها، ودخلتي في من في اي كل المغامرات اللي كانت موجوده في الاقليم. مرات بنفتكر انه احنا والله ده جيشنا ما اشتغلش، لا احنا اشتغلنا بمخابراتنا وبجيشنا وبامكانياتنا في العالم العربي كلها. وحيث هل انا حد يقول لي مره، حد يقول لي القرار المصري اصبح للبيع؟ حد يقول لي الكلام ده؟ اتقال لي الكلام ده واتقال لي غيري ان القرار المصري اصبح للبيع لصالح الاغنياء ممن من بتاثير امريكان او غير امريكان. مش معقول الكلام ده ابدا. حاجه اخر 10 سنين، العشر سنين الثانيه الراجل ولا حاجه، ما كانش في غير التوريث والازاحه والتجريف والامريكان. فانت مرسي او الاخوان جم في وضع، وهم لما جم في وضع الامريكان في ساده الموقف، وهم لما جم، وتعالي شوفي الزيارات الاخيره اللي عملوها، تعالي اقف في قدام الزيارات الاخيره اللي جرت في 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 واشنطن شهر ده في واقع الامر شهر ده في ديسمبر ده. كان مفروض تبقى فيه، لانه الاخوان الاخرين ادركوا اهميه الامريكان في اللعبه الداخليه، بدوا يتصلوا بهم من بدري. كان من الاول اتصالهم مع الانجليز. نفس السيستم يا استاذ، نفس السيستم. بس يعني كان يمكن ان يغيروا ذلك اذا ارادوا وشافوا استقلال الراي المصري، لكن هم برضه خليك امينه. بقى بنتكلم بامانه، يعني بامانه ليس شوفي ايه، في خطا اساسي كنا مش عاوزين نتكلم فيه، وانا مش عاوز اتكلم فيه دلوقتي. لكن لما جم الناس دول، لما جاء الاخوان، كان في واقع الامر انك الامريكان في وضع لا تستطيعي ان تستغني عنه ببساطه. عايز اقول لك انه انا والراجل، وانا بشوف مرسي هو يشعر بقوه الضغط الامريكي، وهو لا يتصور كيفيه خلاص منه. لكن هم الاخرين في طلب السلطه، في طلب السلطه اتصلوا، وبعدين راغبين في توثيق العلاقات. العلاقات مع الامريكان، حط حاجتين، نمره واحد المساعده الاقتصاديه، وانا مش معتقد انها كبيره قوي، لكن اهميتها انها شهاده قدام العالم المالي في العالم، الماليه، الاحوال الماليه في العالم. الحاجه الثانيه المهمه جدا انه المساعدات العسكريه. انت ما عدتيش زي زمان بتقولي والله عندك خيارات تروحي تشتري في اي حته. يعني انت لما جيتي كسرت احتكار السلاح سنه 55 54 كان في مصادر اخرى. النهارده مساله الغرب كله بينسق مع بعضي، الشرق كله ليس سهلا الوصول اليه، لانها دي مساله فظيعه جدا. فانت قدام طرف قادر على التحكم في احوالك من ناحيه الاقتصاد واحوالك من ناحيه السلاح. طب ليه بقى بسميه ده ايام مبارك انه كان بيع للقرار المصري، واجي هنا ايام مرسي واقول ان الرجل يتعرض لضغوط وان هو يعني مضطر؟ لا مش فاهم القرار المصري ايه؟ لا حضرتك قلت لي ان ايام مبارك كان واطلقت على ده ان ده بيع للقرار المصري وبيع. صح، مع الاسف الشديد. طيب للاسف. طيب ليه بنسميه ايام مرسي دلوقتي؟ طيب ان هو طيب رجل يتعرض أليس لضغوط. صحيح. لا طب لا لا لا، اليس صحيحا، اليس صحيحا انك انت في فرق، انك انت رهنتي حاجه، البلد الذي نتكلم عنه والذي نتحدث عن شؤونه، انا عايز ابقى امين بس مع الناس، لانه مش مساله حياد ولا مساله هنا ولا هنا. لا انا بتكلم، انت هذا رجل جاء وجد البلد مرتهنا. لما اقول انه مضطر لانه في رهن حاصل، عارفه ايه؟ لو انه جاء لقى البلد ما يقدر يفك الرهن يا استاذ. نعم. ما يقدر يفك الرهن. يفك الرهن ما هو ايه؟ تقدر تفك الرهن، احنا يعني عارفه ايه، فك الرهن بوسائل. فاذا لم بوسائل وحاجه تانية باجماع ناس، وهنا هيجرك للحل، لانه لا يمكن واحد طرف لوحده. المشاكل في هذا البلد اكبر واعقد من ان يحلها الاخوان او يحلها اي طرف اخر. هذه المشاكل تقتضي انه هذا البلد يضع قواه كلها وامكانياته كلها وما بقي من عزمه
كله لكي يستطيع ان يواجه مشاكله. لكن ما انا ما اقدرش اقول انه والله وقد وجد البلد مرتهنا وما عندوش اي ارصده يروح يفك الرهن ازاي. لا بس هو بدا اتصالاته بالادارات الامريكيه من بدري وحضرتك ما يحلش المشاكل كدا. في فرق انه اتصل يعني انت لما تتصلي لا يكفي ان تتصلي لكي تحلي مشاكلك، المشاكل قائمه. هو بيتصل ليجد دعما، بيتصل ليجد دعما، لكن ما بياخدش هذا الدعم لانه في اخرين لديهم اهداف، في اخرين لديهم اهداف تتعداكي. وهنا بقول لك بصي على اللي حصل بره في العالم العربي، في غيرك، في هذا الذي تتصلي به يملك انه يحذرك ويملك انه يوجهك ويملك انه يقول لك او لا، لكن مش بالضروره اتصالك بيه يحللك مشاكلك، المساله اعقد من كده كتير. لكن هو الدعم الاساسي الان للدكتور مرسي ولنظام الاخوان ياتي من الولايات المتحده ومن واشنطن، سواء الدعم الاقتصادي في دعم الاي ام اف، سواء الدعم العسكري، سواء حتى الدعم السياسي. ما انا موافق، لكن اللي عاوز اقوله بس حتى بس عشان نبقى منصفين انه هذا وضع هو لم يصنعه، هو وضع جلأ وحاول ان يستغله يعني واستمر في السعي لأنه تجاهه، لانه ما عندوش بدائل، لانه ما عندوش الخيارات. شوفي ايه، لكي استطيع ان اواجه موقف معين ولكي عارفه ايه، هنا مهم الانصاف، مهم جدا، لانه لابد ان تعطي حتى للشيطان حقه. اذا جيت لقيت وضع عندي معقد جدا وحد مديون ديون رهيبه، طيب تعالى سد الديون، المشكله ما عنديش حاجه. بس الخطاب العلني ما يكونش بقى عن استقلال القرار واننا احنا مش تابعين لامريكا، يقول الحقيقه للناس. لا لا، ما يعني ما حدش بيقدر. شوفي باستمرار الحقيقه في حاجه الى مكياج من غير ما نزعل يعني. عارفه ايه الحقيقه، لو قلنا الحقيقه، انا عارف ان في ناس مرات هيزعلوا من اللي انا قلته في الاول عن الصوره اللي بدت لك انها مرعبه يعني. لكن ما حدش يقدر يقول يعني هم راحوا، لو تشوفي كل اصحابهم حتى الامريكان يعني انا بعتقد هم انه الاخوان اتخضوا، او يعني الاتحاديه اذا حبيت تقول اتخضت من عده اشياء. اتخضت لانه تصورت دعما، ما الدعم ما جاش، وبعدين بدوا يحاولوا يكثفوا اتصالات، وبعدين تحدى موعد للزياره كان يوم 18 ديسمبر اللي فات، وبعدين فوجئوا بسبب سوء الاداره في الداخل وبسبب انقلاب الراي العام، تغيير في الراي العام، شفت في الراي العام. انت لما تصوري حتى قدام اي حد في الدنيا، الناس اللي الدستور في الاستفتاء الاولاني على تعديل مواد الدستور من سنتين في مارس سنة 2011 كانوا بنسبة 73%، حتى لو سبت هاخدها بخديها من ده، المرة دي اللي ادوله حتى في ادعاءه هو 56، هذا معناه انه راجل في نص في سنة ونص فقد 25% من تأييده حتى بأرقامه هو. طبعا طبعا كل الناس شايفه، طبعا كل الناس شايفه. عايز اقول لك انه الغاء الزياره، طب هقول او يعني تاجيلها، قالوا في فبراير. انا مستعد اقول انه او الغاء تاجيل الزياره، مستعد اقول لك عده حاجات. اقول لك ان في ناس طرفين قلقوا جدا، امريكان قلقوا وحذروا، وحتى الاتراك اللي هم بيقودوا المشروع العثماني اللي حصل في المنطقه دي قلقوا. وانا اعلم انه اردوغان كلمه في التليفون، كلم رئيس مرسي في التليفون وقال له ارجوك، ما يعني عيب ان الواحد يتكلم كام ده، انه هيبان كما لو انه ادعى ان انا عارف ايه اللي في التليفونات، لكن بيتكلموا الناس كلها بتتكلم في اسطنبول، بيتكلموا كل الناس بيقولوا كل حاجه يعني. لكن بيقول له ارجوك تستفيد من تجربه اربكان. انت بتستعمل، انت اربكان قعد سنه ونص وهو حكم اسلامي، بدايه حكم اسلامي، لكنه بالاخطاء الكبرى راح بعد سنه واحده في الحكم. وبيتقال له من فضلك خلي بالك، انت بتستعمل الكلمه اللي استعملها اردوغان شوك ثيرابي، انت تستعمل اسلوب الصدمه، ومن فضلك هدي شويه. فانت ده الاتراك. الامريكان عملوا ايه؟ الامريكان ببساطه كده ادوك اشارات انه مش معقول الكلام ده بالراحه يعني، لانه الامريكان كمان عاوزين هدوء في البلد ده، لانه دي مهمه جدا ما تقدريش تضمني ايه اللي يحصل في كل المخطط اللي حصل في المنطقه. الامريكان بيعملوا ايه؟ ببساطه كده راحوا مأجلين الزياره. اول حاجه، اول اشاره انا حتى شفتها في الاتحاديه بنفسي يعني، كانوا فرحانين جدا انه مرسي انتخب او اختير رجل العام على غلاف مجله تايم. و
حصل حاجة غريبة، هو متصورين وبعدين طلعت صورته فعلا، لكن ليس كرجل عام، طلعت صورته كرجل المهم في الشرق الأوسط، مع إنه كان هو رجل عام ومش أوباما. وبعدين عملوا معاه الحديث، أنا شفت الأصل الحديث 7-8 صفحات، اختصروا إلى صفحتين رؤوس موضوعات، وعملوا في قبل صفحتين وصفحتين قبلهم كريتيكال، صفحتين قبلهم فيهم نقد لما جرى في النظام، لأنه التقلبات في النظام مع عدم الاستعداد ومع عدم التأهب وعدم الفهم، تيجي نقطة انكشاف تتقلب فيها كده، تبقى متصورة أنك قدامك وضع ثابت وتقولي والله ممكن ينجح، وبعدين فجأة تبص تلاقي أنه مش ماشي المسائل. وانا بتصور انه احنا قدام حصل لحظه زي دي، لما اجلت الزياره ال 18 ديسمبر اجلت الى موعد لاحق، بعته وفد عصام الحداد وغيره، لكن هو حصل حاجه، انه راح شافه دانيلون في الاول خالص، وبعدين بعد ما شافه دانيلون مستشار الامن القومي في البيت الابيض، نعم، بعد ما شافوه بلغوهم رسالة يعني انه الاوضاع ما لا تسير بهذا الشكل، حاولوا تعملوا اكبر، هذه المخاطر اكبر من ان تواجهها قوة واحدة في هذا البلد، تنبهوا الى كذا، كلها في مجال النصح، وانا بظنها نصح حقيقي لانهم راغبين في انه ده ما وقعش، لانه وقوع مصر هنا في منتهى الخطورة، تو بيك تو فين، بلد اكبر من ان يسقط، مش ممكن. طيب وبعدين لقوا انه، وانا مستعد اقول من غير برضو ما ادعي اكتر من حاجه، انا مستعد اعرف اقول انه حصل بعد ذلك انه في اجتماع لمجلس امن القومي انه الرئيس سال دانيلون اذا كانوا اخذوا المصريين، خدوا الرساله، بعدها بيومين تقرر استدعائهم تاني، رجعوا لمكتب دانيلون تاني، وهم قاعدين في مكتب دانيلون دخل اوباما وقعد اوباما مع عصام الحداد نص ساعه يقول له نفس الرساله لكي يتاكد ان الرساله وصلت، يا جماعة أنتم لا تستطيعوا أن تصلوا بهذه الطريقة، نحن راهنا عليكم، وكل الناس كل العالم أن كنتوا تدوا نوع من الرؤية والاستقرار والمضي إلى أمام، لكن إحنا اللي شايفينه هذا بلد منقسم، كل الناس بتقول إنه بلد منقسم، وإنه أي حد يقول لي إن ده بلد مش منقسم كلام لا يعقل. تفتكر الرسالة وصلت؟ معرفش إذا لم تصل رسالة الأتراك وإذا لم تصل رسالة أوباما، ما اظنش رسالتك انت هتوصل يعني، ما اعرفش. ممكن اخرج فاصل هنا تاني؟ طبعا. اتمنى ان بلاش رسالتي، رساله الاستاذ هيكل. لا. رساله الاستاذ هيكل اهم كتير. انا ما عنديش رسائل. اذا كان رساله الاتراك ما وصلتش ولا رساله واشنطن، مين قد ما وصلتش؟ مش عرفنا لسه، بس يعني ما انت حضرتك قلت لي من شويه يعني انا لغايه هيبقى، انا بقول لك يوم السبت هذا الاسبوع سوف يكون فاصلا بين ان تصلي الى حل وبين أن تدخلي إلى طريق مجهول. هنخرج فاصل هنا ونشوف الطريقين، الحل والطريق المجهول، ونتمنى أن يكون الحل بعد الفاصل. أهلا بكم من جديد أستاذ هيكل، اسمح لي أعود للضغوط مرة أخرى. هل غزة والاتفاق الذي حدث وكانت مصر شريك أساسي أو يعني دافع أساسي، محاور مفاوض أساسي بين إسرائيل وحماس لوقف إطلاق النار، هل دي فتحت الطريق أمام دعم غير مسبوق لإدارة مرسي من الأمريكان؟ عشان تقولي أنه فتحت الطريق، أي شيء يفتح الطريق إلى حاجة غير مسبوقة لابد أن تكون لها في حد ذاتها فيها إنجاز ضخم جدا. فتحت الطريق، أنا مع احترامي لكل أطراف لا أعتقد أن ما فعلناه في غزة إنجاز، ليس صحيحا. غزة يعني أنا عيب الواحد يقول الكلام ده، لكن غزة إسرائيل حققت، روحي شوفي أي حد من البعثات اللي راحوا زاروا غزة، أي حد يشوف الموضوع يقول أنه إسرائيل حققت بعض ما تريد وكثيرا مما تريد في غزة، لأنها كسرت كل ما أمكن بناؤه في السنوات 7-8 الأخيرة. عايز أقول إنه إسرائيل هنا حققت أغراضها. الحاجة الثانية إنها دخلنا الوقف إطلاق النار، لكن هذا ليس جديدا، المخابرات العامة المصرية قامت بهذا الدور 3-4 مرات قبل كده واستطاعت أن تصل إلى وقف إطلاق النار، هذه المرة يمكن اللي جد، وهو ليس جديدا.
انه اسرائيل لوحت باستخدام القوات البرية والدخول البري الى غزة فارعبت الجميع وبقوا كلهم مستعدين وهي ما كانتش تقدر تعمل ده مش عاوز تعمله لانهم في حاجة مهمة جدا هم بالنسبة لهم ثبت لهم الالتحامات على الارض ليست في صالح فهم على حال حققوا جزء كبير جدا مما أرادوه عشان نبقى واضحين حققوا جزء كبير جدا مما وقبلوا وقف إطلاق النار كما قبلوه مرتنا قبل كده بالنسبة للأمريكان ما هو مهم أن من قام بهذه المهمة هو إدارة تنتسب للتيار الإسلامي في حد ذاتها الخطوة ولا ينبغي أن نأخذ هم كبروا فيها قالوا ده إنجاز عظيم جدا هو إنجاز تكرر هذه ليست جديدة الجديد الوحيد فيه أن الذي قام بالمسعى بين إسرائيل وبين حماس هو إدارة الإخوان المسلمين هو ده لكن ليس وده معناه إيه يا أستاذ؟ معناها تطويع طبعا تطويع التيار الإسلامي احنا اتكلمنا فيها المرة اللي فاتت ببساطة كده الولايات المتحدة الأمريكية تريد أن يكون جميع الأطراف أنت عارفة إيه مش عايز أقول لك جميع الاطراف متورطين في هذا انا فاكر ما تزعليش بتزعلي لما بطلع احكي لك حكايه وعاوزه كده كله لا لا بالعكس مره في يوم من الايام كنا في كوريا في خنادق في حرب كوريا زمان قبل انت متولدي وجت غاره وقتها كانت الميج 5 كانت حاجه خطيره جدا غاره الميج وانا لقيت نفسي واقف في خندق معايا مين جه ورايا مين بيلي جراهام الواعظ القسيس الامريكي الاشهر بتاع كل الرؤساء الامريكان وقف معانا في فبعدين بيقول ايه بيقول جود كريستيان المسيحيين المخلصين لا ينبغي ان يخافوا من الغرض كويس وبعدين طبطب على واحد جنبه عسكري واقف جنبه في الخندق جنبنا في الخندق قال له انت مسيحي كويس يا ابني بص له قال له انا بودي عملها معايا قال لي انت مسيحي كويس وشايفني من ظهري فقلت له انا مسلم وبعدين قال المسلمين كويسين مسلمين كويسين بس وحتى وان كانوا مش مسيحيين كويسين طيب كويس حضرت بعد الظهر بيقول خطبه لكل الناس بقى ما شافوا في اللي في الجبهه بعد الظهر بعد خلص الغرب وقف كده وقال مسلمين بوذيين مسيحيين يو ار اول سينرز كلكم خطاه كلكم خطا انت هنا الامريكان عاوزين يبقى كله ما حدش تخلف عن السلام مع اسرائيل كله دخل في هذه اللعبة وكله تعامل على شروطها وعلى أساسها وكله طوع لما تريد الولايات المتحدة الأمريكية ما حدش يقول لي إن ده إنجاز هذه ممارسة وأنا برضو هنا لا ألومه فيها يعني لأنه أنت تقدري تواجهي وضع تستطيعي أن تكبري عليه فإذا لم تستطيعي أن تكبري عليه لابد أن تتنازلي إلى ضرورته هتعملي ايه؟ طيب حضرتك قلت لي في حلقات سابقه انه الاخوان على اتصال بالاداره الامريكيه من 2007 ويمكن من قبلها ولديك حصر بيه وفي كتير قوي وقبلها تفتكر ايه اللي كان الاخوان يقدمونه على المائده من وعود من رسائل من غير وعود والاخوان بس اقول لك حاجه ليه برضو عاوزين نبقى منصفين مع كل القوى الدوليه تتصل بالاطراف القادره على التاثير في المسرح المحلي الذي يريدون ان يتواجدوا فيه يبقى الامريكان والانجليز والفرنسيين افتكري انا من الحاجات الملفته عشان نشوف احنا قد ايه اتفتحت المسائل يوم فرز نتائج الاستفتاء الرئاسي ويوم ما كان بيعملوا تشيكينج في الارقام السفيره الامريكيه اتصلت بالمجلس العسكري ثلاث مرات النتائج فين؟ متاخرين فيها ليه؟ طيب كويس قوي السفير الانجليزي اتصل برئيس الوزراء الدكتور الجنزوري قال له ايه المساله متاخرين ليه؟ طيب السفير الفرنساوي اتصل بوزير الخارجيه درجات برضو كده متاخرين في النتائج ليه؟ انت وصلتي هذا البلد الى حاله من الاختراق انه الاطراف كلها بتتدخل وانت بتسعي لدى الاطراف وبما انه الامريكان هم ساده هذا الموقف لان هم صانعي هذه الاحوال او مشاركين في هذه الاحوال فطبيعي اللي هم يتصلوا بكل الاطراف وكل الاطراف تحاول تتصل بهم وهذا في حد ذاته ليس عيبا لكن الامريكان تصوروا ايه؟ الامريكان تصوروا شافوا الصوره في وقت مبارك وهو الرجل غير قادر على ان يحكم والبلد بتفك فعلا وده كان مرئي وابنه جاي وفي جلوس في دهان على الصوره والصوره غير حقيقيه في يعني احنا تعرضنا لاكبر عمليه تزييف الامريكان وقعوا كمان زينا في
حاجه مزدوجه. اولا انه شافوا ان الاخوان عندهم اكبر التيار الديني بصفه عامه عنده اكبر نفوذ، فهو يستطيع ان يخلق حاله تهدئه في مصر في هذه اللحظه، فراهنوا عليه. لكنهم شانهم شان كل الناس اكتشفنا حاجتين. اكتشفنا ان احنا والله حصل لنا عمليه خداع بصر. خلطنا خداع بصر. خداع بصر. احنا انا اكبر مشكله انا شخصيا شايفها في الوضع المصري، تعرفي لو الاخوان المسلمين قادرين والله كنت ارحب بيهم جدا مهما كان بيقولوا، لو انهم قادرين. المشكله ان احنا جميعا توهمنا ما هو ليس موجودا. يمكن على طيه ابو العلاء المعري يقضى على المرء في ايام محنته حتى يرى حسنا ما ليس بالحسن. كلنا تصورنا قدره، اولا ظهر انه مش صحيح. ظهر انه لانه الاخوان كانوا هم القوه الوحيده فبالمقارنه بنوا اكبر من حجمهم. ولانهم كانوا قوه بتشتغل في العمل السري، احنا شفنا التيب اوف ذا ايسبرج، شفنا راس جبل الجليد العائم لكن ما شفناش تحت فيه، ما فيش حاجه. ظهر انه الاخوان المسلمين ليسوا بهذه القوه اللي احنا تصورناها، سواء للاسباب الطبيعيه اللي احنا قلناها من اول التجريف اللي حصل البلد لغايه الانشقاقات، لغايه الناس اللي راجعوا انفسهم، لغايه الناس اللي اضطردوا بصرف النظر. لكن هذا التنظيم هو اولا يظهر من طول عمره. انا قدامي اعضاء مجلس قائمه بالتطور اللي حصل في اعمال في اعضاء مجلس الارشاد. اما انا كنت بقول لك المره اللي فاتت انه في حصل حاجه، في النظره القابله. كان في النظره لما تشوفي اول مجلس ارشاد على سبيل المثال وتشوفي مين هم. يا ستي انا مش عاوز اتكلم على اسماء لكن هتكلم اهم قدامي العشره اللي كانوا قاعد مجلس، واحد مدرس من الازهر، واحد واعظ، واحد مأذون شرعي في السويس، واحد مدرس بالمدارس البدائية، واحد وصف بأنه من أعمال الجمالية، واحد وصف بأنه موظف بالمالية في القاهرة، موظف بهندسة الوابورات بالقاهرة، موظف بهندسة الوابورات في القاهرة تاني، واحد تاني، موظف بتفتيش رأي الجيزة. سنة كام يا أستاذ؟ ده أول مكتب إرشاد، ده أوراق مكتب الإرشاد على فكرة مش ورقي. ده سنة 31. تعالي النهاردة. كانت دعوة. يعني كانت جماعة. على عيني وراسي. بس إحنا دعوة ودعوة، ولما بتشوفي تاريخها كله تلاقي انه عمرها ما تصرفت كقوة. هي تصرفت كطرف هامشي، وهو ده من المشاكل اللي حصل انه الفراغ دفع الهامش الى المتن، وهذه ظاهرة تتكرر في حياة الامم. معلش لكن تعالي شوفي اخر مكتب ارشاد. احسن ناس ممكن تتصوري، لكن تعالي خدي التخصصات بعيد تماما عن السياسة. ممكن تقولي عندهم اهتمامات اوكي، لكن خدي هدلك وهتخضي بس مش هتكلم على الاسماء. طيب لكن انت استاذ في قسم الجيولوجيا في جامعه اسيوط. طيب كويس. رئيس قسم الفيروسات بكميه كل الطب. ماشي. استاذ مساعد بقسم الهندسه الكهربائيه. داعيه اسلامي مصري. طيب كويس. استاذ متفرغ بقسم الباثولوجي. على اي استاذ بيولوجي. حتى الرئيس مرسي نفسه ماتيريال مواد. البشر حاجه ثانيه. ممكن تحسي بالبشر عاطفيا، لكن لابد ان يكون لديك تمثل علمي اكتر من كده. تجيبوا السياسه وحدها، يجيبوا السياسه بالمعنى الحقيقي بالمعنى السياسي. لكن انت لما تقولي لي كل هذه من اول مهندسه الوابورات لغايه الفيروسات، ده لا يكفي. اللي حصل ان احنا جميعا نظرنا الى الفراغ فقدرنا الاخوان المسلمين نسبيا اكتر، وان هم الوحيدين تقريبا. وبعدين لم ندخل تحت السطح ونرى ايه اللي موجود، واكتشفنا انه قمه جبل جليد ظاهره لكن الجبل تحت هي عايمه. مش ما عنده هم اربع خمس اسماء، عشر اسماء بيترددوا في كل حته، هاتي هنا هاتي هنا ودي هنا هاتي هنا. مش كفايه. هو نفس دي النظره التي او الخطا. لكن الامريكان بقى ما ترجع الامريكان بالزبط. الامريكان نفسهم اظن فيما اظن شافوا اللي كل الناس شافوه، شافوا قمه جبل جليد واعتبروا ان في حاجه او عندهم اسئله اكتر للرصد. لكن اهم حاجه في الرصد كانت انهم شافوا حجم التأييد الواسع للاخوان المسلمين للتيار الاسلامي بصفه عامه. لانه في عجز جميع الاحزاب السياسيه السابقه كلها ما حدش. القوه الوحيده اللي كانت باديه وبتبدو انها منظمه في الواقع هي كانت الاخوان المسلمين. فالناس حكموا سواء بظاهر الاشياء او بما راوه مما هو خفي منها ليس ظاهرا امامهم، بالغوا في صوره مراه. لما جم تحت السلطه واضواها بانت الحقيقه.
هل ده يبقى اذا هذا التأييد ممكن يتغير ولا مش مساله عارف ممكن قوي وهو بيتقلص، لكن في مساله مهمه جدا يتقلص، وده هيجرك لحاجه تانية. يتقلص لصالح ايه؟ المشكله انك انت لا انت لا عندك الصور حتى هذه اللحظه، لا انت حددت مشكلتك ولا ظهر من يتصدى لها ولا ظهر من يقول لها حل ولا ظهر من يستطيع ان يدير. انت عندك ازمه دون اداره للازمه، ما فيش حد وما فيش بديل. هم لا يرون ان المعارضه بتقدم بديل ولا وده واقع الامر الحقيقه. انا لا الومهم في هذا، لان قوى المعارضه لم تختبر حتى هذه اللحظه الا في الاختبارات العامه اللي احنا بنشوفها، وهو ده المازق الحقيقي اللي بتشوفه اللي احنا عايشين فيه. وهذا ما يفرض على مرسي انه يستدعي كل من يرى من القوى السياسيه، يعني كل من يرى انه يمثل شيء في هذا البلد. ما يقدرش، لا يستطيع هذا البلد المنقسم في هذه الظروف التي يعيشها، لا يستطيع، اكبر جدا من ان تنفرد به جماعه او تحل جدا مشاكله فئه. ارجع لقبل ما اخرج من الملف الامريكي، جون كيري مرشحا لمنصب وزير الخارجيه الامريكي خلفا لهيلاري كلينتون، تقييمك ايه لاختيار جون كيري؟ انا بعتقد انه اختيار ده، هذا اختيار اولا ليس له علاقه بينا كثيره قوي. احنا ساعات مرات نتصور، مش عارف كل حد بيتصور كده، ساعات نتصور المسائل المفصله على مقاسنا، وهذا ليس صحيح. هو سوزان رايس كانت هي اختيار اوباما الاول، ولو انه كيري كان هو الموجود في الخلفيه دائما باعتباره اولا حد يحل محل هيلاري كلينتون باستمرار وزير خارجيه امريكا، له وضع خاص لانه الثاني تقريبا بعد الرئيس، هو تقريبا دايما يعتبر هو رئيس الوزراء بشكل او اخر، ولانه الامبراطوريه الامريكيه لها مصالح في الخارج، فوزير الخارجيه هو وجه المطلع على العالم او اللي بيتعامل معاه. فجون كيري كان موجود، وجون كيري كان مرشح رئاسه، جون كيري كان رئيس حزب رجل الشؤون الخارجيه في الكونغرس، جون كيري جمهوري ديمقراطي بارز، فطبيعي جدا. وعاوز، والراجل فقد امله في الرئاسه لان رشح نفسه مرتين وفشل فجاه، وبعدين جه في مصر شان كل المهتمين، كميه الهواء اللي عندنا مثلا زي الرئيس كارتر. انا بقدر الرئيس كارتر جدا، وراجل ظريف جدا طيب وامير، لكن لو هدي شويه يبقى احسن، يعني لانه في اوقات ناس لازم تعترف انه صلاحياتها خلصت. يعني انا واحد من الناس دول على فكره، يعني لكن بصحيح والله مش قوي كده، يعني بلاش، يعني اذا كان فاضي رمى يبقى كويس قوي. لكن جون كيري جه زي اخونا كارتر، زي التانيين كلهم بيجروا في مصالح الازمات، لكن في الشرق الاوسط، ساحه الشرق الاوسط في هذه اللحظه هي اهم الساحات المتحركه في العالم، اهم الساحات المتحركه. بصي في المساحه من اول باكستان لغايه المغرب، سوف تجدي انه هذه المنطقه هي المسرح الذي تتحرك عليه قوى ممكن ان تكون مهدده. اولا في اكبر المصالح وفي اكبر الطموحات والسباق عليه. فكل واحد، كل امريكاني جاي، كل امريكاني مرشح لشيء، او بيتذكر بالنوستالجيا انه كان شيء ذات يوم زي كارتر. كل الناس دول كلهم بيجوا في الشرق الاوسط، ما اعرفش بيعملوا ايه، لكن عندهم كده عاوزين يحطوا صوابعهم زي ما بيقولوا في الكحكه، يعني في العجينه. بس كاري له علاقه بالشرق الاوسط. مظبوط. هو باعتباره كمرشح للرئاسه، باعتباره رئيس لجنه الشؤون الخارجيه، باعتبار الشرق الاوسط والمنطقه الحيه والمتحركه، باعتبار انه الصراع الكبير اللي جاي، وده ممكن نتكلم فيه، الصراع القادم كله، مستقبل العالم كله هيحسم في هذه المنطقه خلال السنتين ثلاثه جايين دول، لكن ده موضوع ثاني. لكن عايز اقول لك انه جون كيري جه هنا واتصل، وهو شاف الاخوان. أيوة. وهو من الناس الذين شهدوا بان الاخوان هم اكبر قوه. انه جاي وزاره الخارجيه دلوقتي، ممكن يجي وزاره الخارجيه، ليس معناه انه الاخوان على قائمه جدول اعماله ضمن الساحه الكبيره في الشرق الاوسط. واظنه جاي، هو اتصل بيهم وزكاهم، هذا صحيح، وزكى من يتصور، من تصور في ذلك الوقت انهم قوه حقيقيه، لكن جاي وقدامه ثبت، والاداره جربت، الاداره سمعت بنفسها، اوباما سمع بنفسه، الناس تلقوا الرساله ولا ما تلقوش اللي راحوا من عندنا من القاهره. فهو جون كيري جاي هيجي، لكن هيجي على موقف يديره مش لصالح الاخوان، لصالح امريكا.
والامر المحقق انه هيلاقي ان قوه الاخوان زي ما شافها اخر مره في القاهره لما شافهم لاخر مره وزكاهم هيلاقي انها حاجه مختلفه. وهيعملوا ايه انا ما اعرفش، لكن ما حدش يتصور انه مجيء جون كيري هو بلس لصالح الاخوان، مش صحيح. في ضغوط اخرى غير الضغوط الامريكيه والداخليه والاقتصاديه، في ضغوط من بعض الدول العربيه، في ضغوط فضائيه، في نوعين من الضغوط. هي في الضغوط بالاختراق، ده بتقدر تعملها امريكا، الولايات المتحده الامريكيه، انجلترا بتعمل ضغوط اخرى. انت عارفه ايه رئيس المدير الام اي 6 المخابرات الخارجيه البريطانيه ده كان جون ساير، سير جون ساير دلوقتي، ده راجل كان سفير عندنا لهم عندنا في مصر لمده سنه ونص في وقت التمهيد لحرب العراق، وهو دارس مصر انسايد اوت بالداخل والخارج، وانا شفته وتناقشنا كتير قوي، وهو دارس مصر تمام. انا ما كنتش اعرف انه اما جالنا هنا وجالس تحت سفير، انا ما كنتش اعرف انه هو في الجزء الام اي 6 في الخارجيه. الام اي 6 متغلغله في كل حاجه، يعني مثلا لما تشوفي انت مذكرات اللي طلع عن ايان فليمنج اللي عمل روايات جيمس بوند كلها، ده كان رئيس قسم الخارجي في الساندي تايمز، ظهر كان عنده 80 محرر، ظهر انه في 54 واحد منهم كانوا من الام اي 6 بيشتغلوا تحت اندر كفر، انهم صحفيين. موجوده انجلترا اخرى مهتمه، موجوده مش مهتمه بمصر دلوقتي، وكله مهتم بما هو قادم في الشرق الاوسط بعد مرحله اللي احنا بنفوت فيها سلخانه اللي احنا كلنا فيها دي كلها، دي ما حدش متصور ايه اللي جاري. بصي على الخريطه كده، ليس هناك بلد عربي هادئ، مش في حاجه كده، مش في حاجه، مشكله. سوريا بتسلخ، ليبيا جنبي، العراق حصل فيه اللي حصل، السودان حصل فيه حصل، الخليج بيجرى فيه اللي حصل في المنطقه الشرقيه، البحرين، كويت، كله في، لازم حد يسال ده ايه اللي جاري، ده ايه اللي جاري في المنطقه دي كلها، في حاجه بتحصل واحنا مش قاعدين. اختراق كل الناس، خدي الاذاعات، انا بحترم الجزء المهني في البي بي سي، لكن ما اقدرش انسى انه البي بي سي الهوم سيرفيس بيدفع اداء ضايع، دافع الضرائب، لكن لما جت البي بي سي بعد السويس و مطلوب منها، خلصت محطة الشرق الأدنى اللي كانت بتشغلها قيادة القوات في الشرق الأوسط، خلصت بعد السويس، وبدوا يعملوا، عاوزين يعملوا خدمة خارجية. مين اللي عمل الخدمة الخارجية؟ البي بي سي قالت احنا في عندنا قسمين، في قسم موجه للداخل البريطاني وهذا ما فيش مساس بيه، لكن إذا كنتوا عاوزيننا نعمل خدمات لكم نعملها بعقود، نعملها باتفاق. تيجي تلاقي بي بي سي العربي على سبيل المثال ميزانيتها من وزارة الخارجية، تحت بند مين اللي بيطلب، لا مش وزارة الخارجية بس، تحت بند انه الام اي 6 اعتمادات التأثير الخارجي للولايات للمملكة المتحدة، اذا تغطيتها بتخدم المصالح البريطانية. طبيعي انه ما حدش، خدي تعالي تعالي اتكلم في انا فاكر، خدي عندك، انا شايف، خدي السعودية، السعودية عندها قناتين فضائيتين في مصر دلوقتي. نعم. انا هذا موضوع انا بيجنني الكلام فيه، بمعنى انه انا اقبل جدا سماوات مفتوحه، اعلام بلا قيد عليه من عواصمه ومن مراكزه، لكن لست مستعدا على الاطلاق، لا قطر تعمل قنوات جزيره مباشر مصر، جزيره عامه ياس قوي بكل الاقتراحات، لكن حاجه موجهه للشعب المصري، الشعب المصري لا. ليه يا استاذ؟ نعم. ليه؟ هقول لك ليه. كل بلد في الدنيا عنده أربع ثلاث سيادات كانوا تقليديين، أضيف إليهم أربعة، في سيادة على البر، على البحر، على الجو، أضيف إليها سيادة في الفضاء. بمعنى أنا لا أعترض حرية ما يجري في الفضاء، لكنه من حقي أن أقول إنه كل حد بيشتغل بهدف طبيعي. السعودية مش بتشتغل عشان بتعمل لي إذاعات، عندها إذاعتين هنا، ما هماش موجهين لخدمة الشعب المصري، طبيعي موجهين، وهذا طبيعي، أنا مش معترض عليه، بخدمة مصالح السعودية والرؤى السعودية، لكن مش على الأرض المصرية، على الأرض المصرية تبقى إذاعة موجهة. أنا فاكر مرة الملك عبد الله الحالي، ملك السعودية الحالي، وإحنا موجودين مرة، إحنا اتنين موجودين في الكلارج، في فندق الكلارج في لندن، و طلبوا مني ان اروح اشوفه، وكنت سعيد جدا بهذه الدعوه. اول حاجه هو بيتكلم بيقول يعني العلاقات اللي فاتت وساءت العلاقات بسبب اللي انتوا عملتوه، ايه اللي عملناه يا جلاله الملك؟
قال لي يا اخي دخلته في شؤوننا ازاي؟ قال لي صوت العرب. قلت له صوت العرب بقى صوت العرب كان بيتكلم المصريين وبيدعو او بيدعي عن افكار الثوره المصريه، يدعو الى افكار الثوره المصريه في ذلك الوقت الى اللي جاري في مصر. قال لا يا سيدي، كان موجه لنا وتعبنا جدا وسبب قلاقل ومشاكل واثار فتن. طب كويس، انا بقى صوت العرب من هنا، وبعدين محطتين اذاعيتين هنا فيهم نجوم هايلين وفيهم ناس كويسين قوي، لكن في مساله مهمه، ما حدش يقدر يجي يعمل قناه على ارضي. انا الجزيره انا معجب جدا بمشروع الجزيره، بعتبره انه من اهم المشروعات الاعلاميه، ولكن وهو موجود حيث هو الجزيره الرئيسيه ياس طبعا اهلا وسهلا سماوات مفتوحه، لكن جزيره مصر مباشر انا عندي تحفظ عليه. انا رحت كلمت مره شيخ حمد بن تامر اللي هو رئيس مجلس الجزيرة. قلت له شيخ حمد انا عاوز اقول لك حاجه، انا معجب جدا بمشروع الجزيره الاصلي، مشروع اعلامي هايل، لكن انا مشروع الجزيره مصر عندي اعتراض، لاني اعتقد انه عنده احتكاك مع السياده المصريه. ما حدش يجي يعمل على ارضي قناه موجهه لشعب مصر. فانت عندك واحد، عندك قوه داخله بالاختراق اجنبيه، عندك اطراف عربيه كتير قوي وغير عربيه داخله باللي ممكن نسميه التشويش، لانه انا الفضاء المصري انا بعتقد انه من ضمن اسباب الحيره الموجوده من غير ما تزعلي، انه الراي العام المصري بقى ما بيشتغلش بالنهار وطول الليل قاعد قدام الفضائيات على اختلاف في اتجاهاتها وبقت احزاب. هنا حضرتك بصراحه يجب ان توجه كلامك لحمد الشيخ حمد بن ثامر، ولا توجه كلامك للسياده المصريه ووزير الاعلام المصري والرئيس المصري؟ ليه بتسمحوا بهذه القناه؟ لما ابديت هذه الملاحظه، لا لما ابديت هذه الملاحظه، المصريين مع الاسف الشديد لما حبوا يتصرفوا في هذا الموضوع تصرفنا كالعاده بغلط، راحوا قفلوا مش عارف ايه وضربوا مين وعملوا ايه وعملوا كلام فارغ. بس ده في العهد السابق. لا، وفي العهد ده في العهد ده لم تمس لا الجزيرة مباشر ولا أي محطة عربية. ده ما كانش في وقت مبارك. عدنا على الجزيرة بعد الثورة. كل موضوع الجزيرة مباشر نشأ بعد الثورة. طيب، لا أنا بتكلم على الآن، السلطة المصرية، الإدارة المصرية، يمكن أن أنها الإدارة، خدي خلي بالك أنه مع الأسف الشديد جزء من هذه المحطات اللي جاية من الخارج بتعمل تشويش في الداخل. أنا ما عنديش مانع من MBC في السعودية تعمل اللي عايزاه، وما عنديش مانع من الجزيرة، بالعكس أنا بعتقد الجزيرة عملت دور هايل جدا في النقد العربية، لكن على أرضي لا. لكن طب كويس، لما أنت بتقولي أنه السلطات المصرية مش واخدة، في مسألة مهمة جدا، انه كثير جدا من هذه الاتجاهات تراها الإدارة المصرية الحالية موالية لها، لأنه هم بيدعوا أيضا كمان ما عندهمش مانع. لكن السؤال مع الأسف الشديد ما بتروحيش تقولي تروحي، في نقطتين هنا. النقطة الأولى أنني صعب عليا جدا أروح أحرض مسؤول طبعا سياسي على جهة إعلامية مهما كانت مصري يعني مصر. لكن ألاقي الأسهل والأعقل أنك تكلمي الناس التانيين اللي هم قد يكون مشاعرهم ودية، وأنا عارف إن فيها مشاعر ودية، تروح تكلم تقول يا جماعة مش كده يعني بالراحة مش كده. مش من الغريب إنه النظام بيرى أن قناة، حضرتك قلتها، قناة زي الجزيرة مباشرة هي القناة الموالية له، فالجزيرة بتعرف الأخبار قبل وكالة أنباء الشرق الأوسط. ما عارفة إيه، ده مش ذنب الجزيرة بقى، بس بصراحة بقى يعني إذا النظام هو الذي يلجأ إليه. الجهل ممكن في، ما حدش يقدر يضر حد الا ان يكون هذا الاحد التاني مكشوفا. ما حدش يقدر يضرك في حاجه ابدا. مشكله الناس تفكر بعقلها وما تفكرش في حاجه تانية، بمعنى انه اذا اتمكن مني احد فالذنب ذنبي، اذا استغل احد نقط ضعفي فانا اللي ضعيف. دي مش نقط ضعف الاعلام المصري يا استاذ، ده البيان، كل الامور الرسميه تذهب. هو ليه بتقولي ليه بتتصوري انه ضعف الاعلام؟ ضعف الاداره، تواكل الإدارة. طب ما في وقت المجلس العسكري ده حدث، كان المجلس العسكري موجود، وأنا بحقيقي كنت مستغرب، لكن مش ذنب الناس. هقول لك حاجة يعني والله وأنا متأثرت بيها جدا، وهو أمير قطر. أمير قطر وآخر مرة شفته بيقول لي ما كانش حد فينا يتجاسر على أن يؤدي الدور اللي بيأديه النهاردة لو كانت مصر موجود، لكن مشكلة والله العظيم مشكلة أن مصر غائبة. أرجوكوا، أنا واحد من، هو بيقول لي أنا واحد من الناس نفسي جدا مصر تحضر طول الوقت. كان أنا وده كلام صادق تفتكر؟
شوفي انا عاوز اقول لك حاجه، انا بعتقد انه بصرف النظر هو صادق ولا مش صادق، انا ما احكمش على النوايا، لكن انا اعلم حاجه واحده، اعلم ان العالم العربي كله كان يستريح بشكل ما الى كل عيله في الدنيا تستريح الى وجود اب يرعى مسؤوليته حتى وان تمرد بعض الافراد. حافظ الاسد يوم قال لي يبقى مكان كنتوا في مصر انتوا، وكان بيتكلم على جمال عبد الناصر، كنا بنغلط باستمرار، عارفين ان في حد ممكن نغلط بس في حد في القاهره ممكن يصلح غلطاتنا. الكارثه الكبرى هو في غياب مصر. نخرج فاصل تاني؟ فاصل اخير، وبعد الفاصل نتحدث مره اخرى عن الخيارات. يوم الحد ماذا سيحدث؟ هل نحن في طريق الحل ام في طريق المجهول؟ ولازم نسأل عن دور القوات المسلحة في المرحلة القادمة. أهلا بكم من جديد أستاذ هيكل. يوم الحد، يوم السبت، في المرحلة الثانية من الاستفتاء، 17 محافظة، 51% تقريبا من الكتلة التصويتية في مصر. يوم الحد ماذا يجب أن يفعل الدكتور مرسي؟ يوم الحد انا بدعو ربنا ان ربنا يوفقه، وفي كل الاحوال بترجاه يعتبر ان يشيح النظر تماما عن الاستفتاء، ياخده كاشاره، ياخده كدلاله، وياخده كدراسه، موضع دراسه، لكن ادي نفسه فرصه اولا يدرس الواقع في البلد. هو لا يستطيع اذا مشي في الطريق اللي انا شايف انه ماشيين فيه، وهو حكاية انك تدعي على طول انتخابات نيابية والكلام ده كله، انا خايف جدا من هذا الموضوع. لانه القوى الحقيقية في البلد لم تبرز بعد، القوى الحقيقية في طريقها الى البروز، خصوصا قوة الشباب. فانا برجو ان لا يتعجل احد، واذا كان ممكن حد ينصحه، تعرف ما حدش ينصحه، ما حدش يقدر ينصح حد، لكن هو بيرم التونسي، ما انا عارف برضه بزعلي من الحكايات الاستطراديه، بالعكس بيرم التونسي كان عنده مره كامل الشناوي، واحنا في الاخبار يوم زمان، كامل الشناوي قاعدين في جلسه كده، في كامل الشناوي بينتقد الناس وبيستشهد ببيت الشعر بتاع شوقي اللي بيقول يا له من ببغاء عقله في اذنيه. وبيرم التونسي ما اعرفش كنت شفتيه، بتعرف ما ممكن تكون شفتيه، تعرف ايش، بس كان راجل بديع وفيلسوف على طريقته وهادي كده، وكان مكتبه جنب مكتبي، انا كنت مدير تحرير اخبار اليوم وقتها في شبابنا الباكر يعني، وهو كان في الاوضه اللي جنبي او اللي بعد اللي جنبي. وبعدين كان في تراس كده بين بطلع امشي فيه بحال، كان لحقني يكلمني فيه، طلع لي مره كده قال لي هو كامل الشناوي تصدقوه كلكم، وكان زعلان يعني، مش زعلان يعني، هو دايما ما كانش حابب كامل الشناوي، كان هو شاعر وقال حال يعني. فبيقول لي يا سيدي في عده، بيقول لي كامل الشناوي بيقول بيستشهد بانه عقله في اذنيه، لا ده في مكان كتير، اماكن كتير جدا للعقول، في ناس عقولها في راسها، وفي ناس عقولها في ودنها، وفي ناس عقولها في حناجرها، وفي ناس عقولها في بطنها وتوسع في منطقه البطن من غير ما ضايقك، وبعدين وفي ناس عقلهم في رجليهم، عقولها في ارجلها. اللي انا بتمناه ان احنا في هذه اللحظه من فضلكم، هو اضاف كمان في عقل، في عقولها في قلبها بالمشاعر وعواطفها، عقولها في قلبها دي كويسه، بس كمان ده في التجيش بتبقى مشكله لما حماسه من غير حاجه، مهم يعني. فكانوا ست مواقع العقل في راي بيرم يعني، لكن انا بتمنى انه احنا في هذه اللحظه عقولنا تبقى في راسنا، لاننا قدام لحظه في منتهى الخطوره وفيها تتقرر المصائر. لو انا اتمنى، ما مش بقول انه لا بنصح ولا باشير ولا حاجه، لكن اتمنى لو انه واحد الرئيس بوركي سي اخذ نتائج الاستفتاء قدامه وقال والرئيس انا اعتبر انها مرشد، واحط قدامه نصوص الدستور وقال ايوه انا هعرف انها درست وانه فيها مثالب لكن مش مشكله، كيف اتصرف من هنا؟ انا قدامي هذه المشاكل، جاي مدير رئيس محافظ البنك المركزي بيحذرني منها، والرئيس وزرائي بيصرخ كل يوم منها، واللي بسمع منها شكاوي من الناس، واللي في طول اسبوع بتعمل لي مصايب بلاش حدود، وهذه تقتضي مني حاجه اساسيه، واحد ان ادرك انني لا استطيع ان احل هذه المشاكل وحدي مهما كانت الظروف. ماذا أتصور علي ان يفعل؟ أتصور واحد، أتصور أنه عليه أن يرأس الوزارة بنفسه، عليه
ليه؟ لسبب واحد، لان انا بتمنى انه يجيب بعض الناس اللي في بيبدو في الجبهة الاخرى. مع الاسف الشديد احنا لم تتبلور حياة سياسية حقيقية، لا عندي اخوان اقوياء للدرجة اللي كنت اتصورها، ولا عندي معارضة قوية للدرجة اللي كنت اتمناها. فانا موجود بين، واذا جمعت ما بين الاثنين فقد يكون، وغيرهم فقد يكون هناك شيء اخر. انا بتصور عشان احط كلامي محدد، عاوز نفسي قوي اتمنى ان الرئيس يرأس الوزراء بنفسه لكي يعطي، ما لا عايز اقول له اطلع ولا فقدت شرعيتك ولا حاجه، ابدا ابدا. موجود وشرعيته باقيه وكل حاجه، وهو رئيس الدوله ويكمل مدته، وما عنديش اعتراض، لكن انا بتمنى انه يعمل حاجه دي، يعمل اللي بتصور وبقوليك. واحد، ان يرأس الوزراء. اثنين، ان ياتي ببعض الكفاءات. خدي واحد مثلا زي البلدي، افرضي واحد او عمرو موسى او حمدين، ما عنديش مانع تدي واحد لقب جديد، مفوض الرئاسة لشؤون التعليم، مفوض الرئاسة لشؤون الاقتصاد، هاتي فاروق العقدة بدل ما يمشي يروح في بنك بره وعنده عروض كتير جدا، هاتي مفوض الدولة لشؤون الاقتصاد او مفوض الرئاسة، هاتي مجموعة ناس اقوياء مفوضين. في حاجة مهمة قوي، انه انا عايز ناس لديهم القوة مش تغيريهم كل يوم. عندي ده، عاوز ناس من ضمن المصايب الموجودة في البلد النهاردة، حاجة فظيعة جدا. ولا وزير عاوز ياخد قرار، ولا موظف عاوز يمضي ورق، خايفين طبعا لهم حق. ما هو وزير ياخد قرار يروح محكمة الجنايات بكرة، وموظف ياخد قرار يتهم بالرشوة بعده. فأنا عايز وضع، عايز إدارة بالغة القوة إلى قدر ما هو ممكن، بحيث تستطيع أن تبت. مش هيبت المرة دي، لا مش عارف مين تجيبيه من مجهول تعمليه وزير، ومش عارف تجيبيلي واحد وكيل وزارة تخليه إيه، والنائب الوزير تعمليه، ما ينفعش. فأنا بقول لك أنا بعتقد إن إحنا في حاجة إلى مفوضي دولة يعملون مع الرئيس لقطاعات معينة، وهو يرأس بنفسه. ده أول حاجة. زي عبد الناصر. مش ده عبد الناصر عمل كده كمان. أنا قصدي والله ما برضه أجيب سيرة عبد الناصر. أيوة بس أنا معجب بيه، وبعتقد إنه أهم مصري عاش في القرن العصر الحديث. لكن ده موضوع تاني، بحاول أتجنب قدر ما أستطيع، لأنه أي حد، شوفي إيه، من أسهل حاجات إن عندنا القدرة على إنك تهدي كل حاجة، لكن ما حدش عنده الكفاءة إنه يبني حاجة، ولا التجرد إنه يبني حاجة. ولذلك أنا بحاول قدر ما يمكن، ما فيش داعي. عارف إن في جبهة عندها ألرجي من عبد الناصر، ما بقول لك الستينات وما أدراك ما الستينات. هو نفسه قال كده دكتور موسى، ما أنا بقول لك على خطابه ال أه يا ستي، أنا التحرير. شفت سمعته وقلت له عليها في قلت له قال لك إيه لما قلت له كده؟ قال لي أنت لسه فاكرها لي؟ لا ده كان على الهواء قدام الملايين. طب معلش، فأنا ناس بتتصور مرات إنه جمال عبد الناصر جاب عسكريين، عايز أقول لك إنه آخر ناس جم حيث كان عسكريين صالحين. الاثنين العسكريين اللي عملوا دور كان محمود يونس في قناة السويس، وصدق سليمان في السد العالي، وكانوا من أحسن ما يمكن. لكن الناس اللي شالوا التجربة، محمود فوزي شال تجربة السياسة الخارجية، عزيز صدقي شال تجربة التصنيع، سيد مرعي شال تجربة الزراعة، مصطفى خليل شال تجربة المواصلات. بمعنى إنه سيبي ده دلوقتي، خلينا في عبد الناصر. نرجع انا عايز نفسي قوي عاوز مرسي يشكل اقوى اداره، وبرئاسته هو شخصيا، ومعاه عدد مفوض الدوله او مفوض الرئاسه، يشتغلوا في القطاعات المختلفه، ويتحملوا مسؤوليه ان يحموا الموظفين، كمان موظفيهم ومساعديهم ووزرائهم. العبء النهارده اكبر من ان يتصرف. واهم حاجه في ده كله بقى، انه نعرف ان في فرق بين حاجتين، اننا نجتاز مرحله انتقال نحن فيها على شفا هاويه، وان نخطط للوضع البعيد. اللي قدام كارثه، اللي قدام ممكن يقع بكره الصبح، عليه اول حاجه يتراجع خطوه، يتراجع خطوه لكي لا ينزلق. فاول خطوه انا بطلبها انه الناس بوز، توقف. ادي الناس وقفه يفكروا. انا عارف ان احنا في الكلام المره دي مثلا ما قلناش حاجات ديفاستيتنج، لكن لان احنا كنا بنتامل وبنستعرض صوره بتتشكل الى اخره. لكن اول حاجه تتعمل انه الناس يحددوا هدف المدى القريب. هدف المدى القريب ان لا يسقط هذا البلد اولا، وبعدين نفكر في الباقي.
على مهلك، لكن انا بلد مهدد، فكره الدوله لاول مره انا خايف عليها في مصر، في مؤسسات دوله، لكن ليس بينها رابط سياسه ولا رابط اداره. على فرض ان هذه المؤسسات قويه، وانا بعتقد انها ليست قويه بالقدر الناس متصوره، لكن وزارات الحكومه قدامي كلها بتوقع. الخدمات الاساسيه بالنسبه للتعليم، بالنسبه للصحه، مشكله كبيره جدا. الاكل، الغذاء، غذاء الناس، انفلات الجنيه، انا خايف اذا انفلت التضخم فسوف نذهب الى مشكله بلا حدود. احنا عندنا اتجاهين دلوقتي مما تسربت من طيب. من انباء. اتجاه بيقول ان الاخوان بيقولوا لا، احنا عايزين نشكل حكومه اخوانيه كامله علشان احنا نشيل المسؤوليه. والله لو كانوا يقدروا، والله اسمع بقى، كنا بنتكلم على هتلر من شويه، خايفين من الريشستاج. افتكري انه دعامه هتلر كان الراسماليه في الحالتين كانوا بيأيدوا النظامين، سواء الذي حدث في المانيا واحنا شفنا نتائجه، والذي يمكن ان يحدث في مصر وندعو الله الا يحدث. لكن الراسماليه اللي كانت هناك كانت كراب، عائله كراب اكبر صناع حديد وصلب، عائله تايسون اكبر صناع مراكب. تكلمي عن ناس راسماليه حقيقيه. انا اللي هنا اللي موجود عندي، انا شايف سوبر ماركتس ومولز وملابس وكل كويس قوي، لكن ما نقدرش. اداره الدوله المصريه ما هيش كده. طب ده الحكومه الاخوانيه. هناك ايضا اتجاه لحكومه توافقيه، بس ما حدش اتكلم على رئاسه. انا خايف التوافقيه تبقى تلفيقيه، يتقال لي انه هنجيب مش عارف مين ومين. لا، انا عايز رموز قادره، يعني اذا هيقبلوا. نعم، يقبلوا ان يكونوا، لو انه احسوا بالجديه يقبلوا. ما هو انك انت تقولي هاتيهم، انت عارفه ايه، في حاجة كانت بتقللنا زمان ولسه بتقللنا زمان. لو تفتكر السيد صفوت شريف الله يمسيه بالخير كان باستمرار يقول احنا اخذنا، اولا هي ابتدت من سعد زغلول. سعد زغلول بدا يقول ايه للمعارضين، بس سعد زغلول كان على حق، كان بيقول لنا لهم السباب ولنا مقاعد النواب، لان هو فاز باغلبيه كبيره قوي والتانيين ما كانوا مش مبسوطين. طب كويس، لكن اللي عندنا شفنا بعد كده، موتوا بغيظكم. اخواننا بتوع الحزب الوطني زمان وموتوا بغيظكم، احنا ما في الحكم وروحوا اتفقوا يعني. والاخوان المسلمين انا بشوفها موتوا بغيظكم، بيقولوها بالحرف تقريبا ويجزوا على اسنانهم كده. لو انه كان يقدروا والله ما عندي مانع، لكن ما يقدروش. وهو قدامي الدليل، لا عندهم لا القدره ولا المعرفه ولا الخبره السياسيه ولا الاتصال بالعالم. تعالي قولي لو جبتي واحد، نفرض ان جبتي مفوض دوله العلاقات الخارجيه مثلا او للتعليم، جبتي واحد زي عمرو موسى مفوض دوله العلاقات الخارجيه، اوريت. لو جبتي واحد زي بردعي للتعليم مثلا، واي نوت. الناس دول كلهم كل ما يمنعهم هو احساسهم انك تناوري بهم لكي تحرقي فرصهم. وهذا هو التربص، حالة التربص الموجودة في البلد. والظروف أكبر من كده، فتنة قوي هذه المرحلة، فتنة قوي. طيب إذا انتقلنا، إذا مثلا ذهبنا إلى أن مجلس الشورى هو اللي هيبقى بيشرع الفترة اللي جاية، والقوانين تلو القوانين تلك القوانين. هحكي لك حكاية برضو هزعلك. هحكي لك حكاية زمان، ما هو الاثنين مجلس الشورى ومجلس الشعب اللي هتنتخبيه ولا التأسيسية، حاجتين كده. كان وقت من الاوقات في وزاره الحسين السري باشا، برضه حضرتك سنه 1950 ما كنتش موجوده خالص، لكن كامل الشناوي قعد. الوزاره كانت ضعيفه والاحرار الدستوري لازم يخش، ولازم يخش وزيرين بالاحرار الدستوريين. دخلوا في الاخر وزيرين، احمد عبد الغفار وعبد الجليل ابو سمره، ناس كويسين، لكن يعني مش هم دول اللي الدعامي بيهم الوزاره. فكامل الشناوي كان مندوب الاهرام في مجلس الوزراء، فكتب ورقه صغيره كده لكامل لرئيس الوزراء، دخلها له حطها له في الرول. بتقول ايه الورقه؟ بيتين شعر بيقولوا الكبش: دعمتها بالواهيين وصنتها بالضائعين لكي تطيل بقاءها، ان كان هذا للبقاء فيا ترى ما كنت تفعل لو اردت فناءها. مين الضائعين بقى والواهنين؟ المجلس النواب الجاي، ومش عاوز بس عاوزه تخليه بقى هي تهمه اهانه المجلس المنتخب. مش عايزين. طيب هذا ما يجب ان يفعله الدكتور مرسي، ماذا يجب ان تفعل المعارضه؟ انا بعتقد ان المعارضه، شوفي انت الامريكان او غير الامريكان، احنا ما عندناش وسيله لقياس حجم هذه. في معارضه كبيره جدا موجوده، لكنها معارضه تطمح وليس لها تنظيم، وهذا هو الجزء الاكبر. في جهات منظمه، نحن لا نستطيع ان نقيس الا ما حصلوا عليه في انتخابات التاريخ. ما عنديش وسيله. الاقي في هذه الحاله انه حمدين صباحي بيبات الحاجه،
الاقي ان عبد المنعم مفتوح بيمثل حاجه، الاقي انه عمرو موسى بيمثل حاجه. لكن العالم الخارجي ايضا من حقه ان يحتار في قياس مدى هذه القوه. لكن انا ما قداميش غير هذه القوه، لكن قدامي البول الهائل، قدامي الخزان الهائل المصريين الموجودين في الداخل واللي عزوفين عن الخدمه لاسباب كتير قوي، لانه ما حدش بيحمي حد. يعني عاوز اقول لك حاجه، انا بعتقد انه في واحد من الناس اللي ظلموا والله العظيم وقد يخالفني كتير، انا بعتقد ان رشيد محمد رشيد بعتقد انه حصل، يعني هذا الرجل تعرض لصخره منزلقه من جبل اطاحت. انا اوافق حضرتك. ما كويس، لكن انت انا عايز ناس يحموا، عايز ناس ما عندكيش في الكتله، في الاخوان وفي التانيين وفي بول الكفاءات الذي لا ينتهي في هذا البلد، وفي خزان عندك بره، عندك خزان كبير من الناس اللي بره. لما تشوفي عدد الاصوات وبيصوتوا في امريكا تقولي ده اللي قبله يروح يصوتوا. عندك مصريين كتير بره مستعدين يموتوا عشان البلد دي. ماذا يجب ان تفعل؟ لكن المشكله انه انت مش مديهم طمانينه، تجيبي لي واحد من بره وبعدين بعد شهر واحد يتقلبوا عليه ويطيحوا بيه ويبقى بدل ما يبقى مثال يبقى امثوله، ده كلام ما ينفعش. فهو انت النهارده لابد للرئيس مرسي ان اولا يقرر عاوز يعمل ايه ويجري اختياراته بتشاوره مع الجماعه، والجماعه تدرك حجمها مش كده، وتدرك ان في بلد اكبر منها، وان في منطقه ما يجري فيها اخطر مما يتصوروا، وانه في مصائر هنا بتقرر. طيب وبعدين في شعب مرهق ومنهك، والناس زهقت حقيقه، زهقت، انا واحد من الناس اللي زهقوا لو بتقوليه والله زهقت. طيب وانا يعني عارفه يعني الواحد يقدر تقدر تعيشي بره حتى لو قدر الامر، لكن ما حدش يقدر يتصور ده. ملايين المصريين ما تقدرش لازم يفضل. حتى لو قدروا يعني انا في يوم من الايام ناشريه بره بيقول يعني انت معرض لخطر، وقتها كنت بعرض السلام وكذا، وتقدر تعيش في سويسرا وتشوف من رأيك. قلت ابدا، جاي مصر وكل حاجه عندي هتيجي مصر، ما فيش كلام، ما فيش مناقشه في هذا الموضوع. احنا قلقانين من شبح العنف يا استاذ. وانا معاكي الان من شبح العنف، لكن ارجوكي تحط في ذهنك انه خط مساله صيانه المستقبل ينبغي ان تكون لها اولويه، نتقي، لان العنف ممكن نتقيه بزياده الحيطه وبزياده الحذر. بس البعض بيطالب بالتسليح، يعني بعض قيادات الاخوان بتقول لك هنسلح الشباب. كميه السلاح اللي دخلت البلد شيء مما لا يتصوره. بس ان الجماعه الحاكمه تقول هنسلح الشباب او بنفكر نسلح الشباب، ده انا يعني ايه الرساله اللي بيدوها؟ انا مع يعني مع الاسف الشديد انه بعض هذا يقال، لكن نأمل انه انا عاوز اقول لك حتى كمان في الكلام اللي بنتكلم عليه فيما يتعلق بالمستقبل، بقول لك مرسي رئيس وزراء كمان ياخد رئاسه الوزراء معاه مجلس من مفوضي الدوله. الحاجه الثانيه انا كنت هقول له من فضلك، مش الدستور ده اعتمد اختار بالتوافق مع الناس 10 مواد 20 ماده لفتره نمشي فيها. فترة اللي تعادلها ولا لفترة هو اللي نشتغل بيه؟ لا ده نشتغل بيه، لأن الدستور الموجود حاليا لا يصلح، كله بحاله على بعضه جرسه وموضوع كده. يعني شايف أن يوقف العمل بالدستور حضرتك؟ أنا مش عايز أقول له وقف، عاوز أقول له أجل هذه الموافقة على الدستور لغاية ما نشوف وضع ده. هذا دستور سوف يأخذنا إلى كارثة، لأنه حيؤدي بك شئت أو لم تشأ إلى استبداد أنت لا تستطيع أن تتحمل نتائجه. ما يمكنش، ده مودي للطريق النازية، ما ينفعش بالطريقة دي. القوات المسلحة، ودايما المواطن العادي بيشعر أن القوات المسلحة هي السند الأخير للدولة. طب السند الأخير للدولة، لكنه حرام أنه حد يدخله الطرف في صراعات الأحزاب أو في صراعات السياسة. أنا عايز أقول لك حاجة وبقولها بأمانة، أنا زي كل المصريين الفلاحين بيعتقدوا أنه هذا الجيش قوات المسلحة مسألة عزيزة عليا جدا، لأنه هذا هو الحامي الحائط النهائي للتراجع، هذا هو الحاجز الوحيد دون الانهيار إلى مجتمع غابة. لكن لابد أن نتعامل معاه بحرص. يعني عارفه ايه؟ شوف اقول لك، احنا اولا انا بعتقد انه في خطا في كل التجارب المصريه من اول 48 الى 6 الى 67 الى الى الى, إلى, إلى ان القوات المسلحه استعملت اكثر من اللازم. يعني حرام وسيء اليها. الحاجه الثانيه انه في ظرف الثوره المجلس الاعلى للقوات المسلحه لم يسعى الى سلطه ولم يدعي انه مجلس قياده الثوره.
لكن جم الناس بسوء الفهم وارتكبوا اخطاء، لكن كان في حسن النوايا على الاقل. بتكلم عن حد زي الطنطاوي، حسن النوايا كان موجود وكان غالب، ولكن في العجز عن الرؤيه والعجز عن التصرف. لكن احنا خدنا عجز رجل او ضعفه او مش مهيئ له، ورغم طبته ورغم انه كان حاول يخدم باخلاص، فاذا بالبلد يرن فيها وتف يسقط يسقط حكم العسكر. ليس هكذا تتعامل الشعوب مع جيوش. الجيوش باستمرار في كل شعب موضع فخاره وموضع اعتزازه وموضع حرصه حيث هو. لكن وبعدين لما تقولي بعض اخواننا من الاخوان المسلمين لا 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 الجيش مكانه مش الداخل الحدود، طب انت واقف تقول لي كل يوم ان انا متمسك باتفاقيه السلام، طب واتفاقيه السلام بتمنع تواجده على الحدود. طب تقول له تم يعني القاه في اليم مكتوفا وقال له اياك اياك ان تبتل بالماء، ازاي يعني؟ وبعدين نتجاوز عليه، سواء شارع يتجاوز بيسقط يسقط حكم العسكر، او سياسه تلقي على الجيش مسؤوليه لا داعي لها، وهي تعلم انه ما يقدرش يتحرك الا إذا السياسة مهدت له الطريق. فإذا لم تستطع أن أنت لا تستطيع أن تتواجدي باتفاقية في سيناء، واتفاقية مضيها الأمريكان ضمنها الأمريكان، أنت مضيها والأمريكان ضمنها، وده اللي هيقول لك الكلام على سيناء. أنت ما تقدريش، في عندك حواجز حقيقية. على السياسة أن تتدبر أمرها وأن تمكن، إذا طلبت من جيشها شيء لابد أن تمكن له سياسيا من أن يفعل له، لكن على الأقل ما تدخليش جيشك في السياسة. أنا بعتقد إنه الجيش هو صمام الأمان النهائي، الحافظ الأمان الأدنى عند الحد الأدنى للأمن، لكن خليه الآخر خلاص، ما تلعبيش بيه، ما تدخليش في السياسة. يعني أنا شفت لما قيادة القوات المسلحة أدعت لأنه عاوز غطى شرعي للحوار ناس كتير قوي استفزت وقالت لا هيجوا العسكر تاني في السياسة. يا سيدي مش عسكر في السياسة، أنت بلد ليس فيه غطاء شرعي لأي تصرف، فمن فضلك حسن. المواطنين كتير بيقابلوني ونحن في ختام هذه الحلقة وبيقولوا لنا طب نعمل ايه؟ هم يعملوا ايه؟ والشباب، شباب الثورة كمان، كل الناس عندها حالة احباط. عندها حالة احباط لأنها لا ترى قيادة، لأنها لا ترى فكرة، لأنها لا ترى مشروع، لأنها لا ترى تصرف. عايز أقول لك أكثر ما يريح الناس في الاستقرار أن أعرف ماذا يمكن أن يجري لي غدا وبعد غد، انتظار ما أستطيع توقعه، ولكن مش انتظار المجهول الذي ينقض علي فجأة من الهواء. نتمنى ألا يكون مجهولا. لا أتمنى، ولكن أنا من حتى وقتها برضو يعني مع شوقي في القصيدة اللي غنتها أم كلثوم، وقى الأرض شر مقاديره لطيف السماء ورحمة الله. أنا دي كل ما أمشي في الشارع أقول كده والله. لا ربنا يستر يعني. ربنا يستر، بس ما هو ربنا يستر لما الناس تبقى كمان مساعدة تساعد. مرة جاي نتكلم بقى على سينا. سينا بقى أكيد بقى إن شاء الله. أنا بشكرك شكرا جزيلا. ربنا يحفظك. وأشكركم أعزائي المشاهدين. إذن نحن مقبلون على خطر نتمنى ألا نقع فيه وألا نقع في المجهول. أشكركم ونتقابل الأسبوع المقبل، وهذه لمس الحديد. تحييكم، تصبحوا على خير.